بعد أكثر من سنة على الثورة، أين هم شباب الميدان اليوم؟ ماذا حققوا وأين أخفقوا؟ وهل صحيح أن الثورة سرقت منهم؟ للإجابة على هذه الأسئلة معنا طلاب من جامعات مختلفة ومن انتماءات سياسية متنوعة. لكن قبل أن نبدأ دعونا نشاهد تقرير يبرز أبرز محطات ثورة 25 من يناير ويضيء على المرحلة السياسية في مصر اليوم. ثورة 25 من يناير أو ثورة الغضب أو ثورة الشباب أو الثورة البيضاء، أسماء لحدث واحد أنهى حكما دام أكثر من 30 عام، فتحت على إثره صفحة جديدة في تاريخ مصر. اندلعت الثورة في مصر بعد فترة قصيرة من ثورة الياسمين في تونس. حاول أربعة مصريين تقليد تجربة محمد البوعزيزي فقاموا بحرق أنفسهم، لكن النيران لم تكن كافية لإشعال ثورة. أسباب عدة أدت إلى اندلاع الثورة، ابتداء من قانون الطوارئ إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى الفساد المستشري في البلاد، إلا أن السبب المباشر كان مقتل الشاب خالد محمد سعيد على يد رجال الشرطة في منطقة سيدي جابر في 6 يونيو 2010، بعد أن تم ضربه وسحله حتى الموت أمام عدد من شهود العيان. حادثة دفعت بشباب مصر إلى إعلان يوم 25 من كانون الثاني يوما للتظاهر ضد ممارسات الشرطة في يوم عيدها. أكثر المتفائلين لم يتوقعوا العدد الذي نزل إلى ميدان التحرير. بدأت انتفاضة شعبية للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس حسني مبارك. بعد 18 يوماً تخللتها اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس، أبرزها موقعة الجمل، الأمر الذي أدى إلى إعلان نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد. احتفل المصريون بإنجازهم، تولى المجلس العسكري إدارة البلاد، وبدأ صراع سياسي بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين مناهضين للمجلس العسكري، ثم تحول الصراع السياسي إلى معركة عسكرية خلفت عددا كبيرا من القتلى وأعادت المصريين مرة جديدة إلى ميدان التحرير. لكن هذه المرة للمطالبة بتنحي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي. على وقع المعارك بدأت الانتخابات التشريعية تثبت موقع الإخوان المسلمين الذين فازوا بأغلبية مقاعد مجلس الشعب، واليوم ينتظر المصريون إجراء الانتخابات الرئاسية، وهي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر. من المفترض أن تقام يومي 23 و24 من شهر أيار عام 2012 طبقاً لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، بعد أن تراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن قرار تأجيلها لعام ونصف تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. يعني شاهدنا تقرير عن أسباب اندلاع الثورة في مصر. أنت ألاء كفتاة لماذا نزلت إلى ميدان التحرير؟ أنا ألاء، أنا في الجامعة الأمريكية بدرس علوم سياسية، وأنا لما نزلت التحرير كنت نزلت علشان كنت شايف أن أوضاع البلد كانت سيئة جدا، وكان دوت حاجة لازم أكيد تتغير. وأكتر حاجة كانت مضايقاني أنه كانت ثورة البلد كلها كانت بتروح على فئة قليلة، ودوت طبعا شيء ما يعني مستحيل أنه يكون مقبول كوضع راهن يعني. طيب أنتم لماذا أيضا نزلتم إلى ميدان التحرير؟
اسمي ماجد الزيني، طالب في الجامعة الألمانية بالقاهرة، عندي 25 سنة. أنا يوم 25 يناير نزلت، طبعا نزلت في ميدان التحرير، كنت في شارع رمسيس عند مبنى الجمهورية. ما كنتش عندي أمل اللي هيحصل طبعا كل ده. أنا كنت نازل يعني فرصة لأول مرة أشوف الناس بدأت تتوحد على حاجة معينة، ممكن حاجة جديدة ما كانتش تبقى رابحة أو تكسب، بس كانت هتبقى رسالة قوية اللي احنا نقدر نتحكم في الشارع يعني كشباب، وده كان أقصى طموح يعني اللي احنا نخلي النظام يرضع شوية عن ممارساته وضغطه بالذات الداخلية تحديدا على الشعب يعني. بس للأسف يعني أنا نزلت من 25 يناير، رجعت البيت بدري، كنت تاني يوم مسافر خارج مصر يعني، وقضيت معظم الثورة خارج مصر، وطبعا كانت مفاجأة رهيبة اللي حصل ده كله يعني. طيب ألا هل لهذه الأسباب أنت أيضا نزلت إلى ميدان التحرير أم هناك أسباب أخرى؟ أنا ألا حسن رشد، جامعة القاهرة، كلية أدب قسم تركي. أولا قبل ما نيجي نتكلم عن يوم 25 يناير لازم الأول نعرف إيه اللي نزلنا أصلا يوم 25 يناير. أولا كان في خلل في أركان الحياة تماما، كان في فساد سياسي، فساد اجتماعي، فساد اقتصادي. كان اخترنا يوم 25 يناير بالذات لان دي رساله موجهه للشرطه ان احنا مش قابلين اصلا الشرطه، دايما كانت بتستخدم معانا في اي مظاهرات، في اي اعتصامات، في اي حاجه ايا كانت كانوا بيستخدموا معانا شكل وحشي او قمعي بطريقه غبيه. كان في احتياج اللي هي اماكن بيحتجزوا فيها الناس غير موثوقه وغير قانونيه بالمره، كان مقتضى قانون الطوارئ، كان ممكن اي ضابط من حقه ان هو ينتهك خصوصيه اي حد بسبب قانون الطوارئ. كان نزلنا يوم 25 يناير ان احنا كانت احلامنا ان احنا عايزين نعيش حريه كرامه انسانيه. احنا لما نزلنا كلنا نزلنا عشان نطالب بالمطلب ده. بعد كده يعني لما لقينا ان هو فعلا حسني مبارك كان فاكر ان الحوار ان هو يوم 25 يناير وبعد كده الدنيا هتنتهي، لان في بعد كده 18 يوم دي اللي هي فتره كانت قبل رحيل حسني مبارك كان فيها مطاردات كبيره جدا جدا ما بيننا وما بين الشرطه، واحنا ارهقنا الشرطه بالفعل يوم 26 و27. جه بعد كده يوم 28 استخدم معانا ان هو قطع النت والاتصالات، طبعا كانوا شباب في الشوارع، وما ننساش ان الشباب المصري كانوا هم العمود الفقري للثوره، ما ننساش ان الثوره دي طبعا شارك فيها كل اطياف المجتمع من كبير لصغير، من راجل لست، من شباب لشاب لاي حاجه، كل الناس شاركت فيها، ما كانوش مسيسين بالمره، كانوا طالع من كل حته، من كل محافظه في مصر، لان الناس فعلا بجد كانت بتقول لا لحسني مبارك، خصوصا ان هو كان من ضمن سياساته ان هو كان عايز يحول مصر من جمهوريه الملكيه لابنه، واحنا بنقول رافضين ورافضين ابنه. طيب خالد كشاب مصري أنت لماذا نزلت إلى ميدان التحرير؟ وهل صحيح أن الفيسبوك حرككم؟ يعني يقول أحد المواقع أن الفيسبوك صنع الثورة في مصر، حركها تويتر، ويعني زكاها شخص يعمل في جوجل بالإشارة إلى وائل غنيم، هل هذا صحيح؟ أولا أنا خالد يوسف، أنا في الجامعة الأمريكية قسم العلوم السياسية. أنا بس كنت عايز أختلف الأول على الجزء إنه إحنا كناش نازلين عشان نسخة النظام من أول يوم. أنا كنت شايف إنه لا، إحنا كان هدفنا من اليوم الأول هو إسقاط النظام، وبالعكس أول أكتر هتاف كان بيرج الميدان يوم 25 يناير هو يسقط حسني مبارك. ما كناش بنقول يسقط النظام، بس كنا بنقول يسقط حسني مبارك. بالنسبة للسؤال بتاعك اللي بخصوص الفيسبوك وتويتر والسوشيال نتوركينج يعني دوره كده، هو يعني أكيد ساعد، بس يعني احنا ما حناش اول ثوره، وكانت يعني اسباب الثوره الموجوده في البلد سواء احتكار للسلطه، احتكار للاقتصاد، احتكار لحاجات كتير في مجالات الحياه غير ان الكرامه منتهكه من جانب الشرطه. الفيسبوك او تويتر ادانا اداه تنظيميه مفيده جدا، لكن لو رجعنا للتاريخ المصريين عملوا ثورات كتير. ثوره 19 ما كانش فيها 1919 ما كانش فيها فيسبوك ولا تويتر، ولا ثوره عرابي ما كانش فيها فيسبوك او تويتر. هي كل حكايه عامل تنظيمي مؤثر جدا ادانا قوة دافعة ان احنا نتحرك. لكن مثلا بس اللي انا عايز اقوله يعني كان في على بالعكس في انتفاضات قبل كده زي مثلا حركة كفاية كان عامل انتفاضة 2005 وكده، ما استخدمتش فيسبوك تويتر زي ما احنا استخدمناه. بس هو فعلا لازم نقول ولازم نبقى صادقين ونقول ان هو ده ساعد بشكل كبير قوي على انتشار الفكرة او نشر الاخبار بصورة اكبر او بصورة كبيرة. فلا اكيد فرق يعني، لان انا اسف لو طولت، بس يعني لو جينا خدنا انتفاضة 77 لو كان فيها فيسبوك او تويتر ساعتها كان الموضوع اختلف، لان الاخبار خرجت ان دي انتفاضة حرامية، تكسير، نهب، ما كان يعني جزء كبير من الشعب ما كانش فاهم الموضوع او كان عارف ان ده بسبب العيش او كده، بس ما كانش قادر يفهم الاحداث بشكل واقعي يعني. محمد هل صحيح انه مقتل خالد سعيد كان السبب المباشر اللي خليكم تنزلوا على ميدان التحرير؟ طيب مبدئيا انا محمد ناصر جي سي. هو الفكره كلها ان هو مش خالد سعيد بس، الفكره كلها ان هو تراكم
تراكم في تراكم في تراكم من 30 او 40 سنه من السياسات القمعيه ومن قهر الناس ومن الاستبداد عامه يعني والتعذيب بتاع. بس فهو جه خالد سعيد كان ايه, كان الناس من كتر التراكم وصلت لمرحله اللي هي خلاص بقى لا كفايه كده, فاتحركت جامد يعني. بس مين كنتم متوقعين مشهد 25 يناير يعني الاقبال الجماهير الناس اللي نزلت, كنتم متوقعين هذا العدد؟ انا منان طالبه في كليه الاعلام جامعه القاهره. هو انا اول ما عرفت معرفتي بثوره 25 يناير كانت عن طريق الفيسبوك, ولما شفت الايفنت كان لقيت فيه ناس كتير جدا وكل يوم الافات بيزيدوا على الايفنت. فانا كنت في رايي يعني كنت حاسه ان الناس اللي هتكون موجوده يوميها كانت هتكون كتير قوي. بس كان مصطلح الثوره بالنسبه لي غريب شويه, لان انا من الواقع اللي احنا بنشوفه على مدار ال 30 سنه اللي فاتوا انه اي نوع من انواع الاحتجاجات يا اما بينتهي بان هم بيقولوا عليهم دول مخربين او بلطجيه, وفي الاخر صوتهم ما بيتسمعش قوي. فانا كنت حاسه ما كنتش متوقعه ان هي بقى ليها يعني تاثير قوي او المطالب بتاعتها هتتنفذ قوي, لان لما اللي انا بشوفه ان دايما بيبقى فيه قامة على الحاجات اللي زي دي. لكن يوم ما حصلت يوم 25 يناير يوم ما الناس نزلت وكده, كان بعديها بقى وحصل فيه تشويش شويه يعني, كانت الناس مشوشه يعني. انا كان مواطنه يعني مصريه كنت بحس ان فيه تزييف شويه, ان يعني انا بشوف اللي في التلفزيون حاجه واللي الناس بتقوله في الميدان حاجه تانية. فده سبب من الاسباب اللي خلاني انزل الميدان عشان اشوف الحقيقه بنفسي, اشوف ايه اللي بيحصل بجد. خالد شو بدك تعلق؟ كنت اقول بس ان يعني انا بعكس كل الناس او بعرفش يعني, كان في ناس كتير اعرفهم كانوا متوقعين فعلا العدد الكبير ده انه ينزل التحرير يوم 25, لان اعتقد ان ثوره تونس ادت المصريين القوه والشجاعه ان هم يعرفوا لا احنا كشعب او كافراد لو اتجمعنا مع بعض نقدر نسقط النظام, او على الاقل نقدر ناثر عليه حسب بس في التوقعات بتاع الفرد. لكن إن انا كنت متوقع الناس ممكن تنزل بشكل عدد كبير يعني. مهند قلت لي قبل الحلقة أنك لم تكن سياسيا قبل الثورة, لماذا نزلت إلى ميدان التحرير؟ أولا أنا مهند بنيوسي, طالب في كلية الهندسة سنة ثالثة جامعة الألمانية بالقاهرة. السبب أن زي ما قالوا التراكم حاجة ورا حاجة ورا حاجة, فالناس كانت عايزة تقول كفاية. فهتقول كفاية إزاي إذا كان بيحصل احتجاجات وقفة احتجاجية خفيفة ما كانش حاجة بتحصل, ما كانش بيوصل لهم صوتهم. فكان الحل الناس كلها تنزل الشارع وتقول رأيها, تقول ان كفاية مثلا الفساد, كفاية القمع, كل الكلام ده. فهي السبب الرئيسي للنزول هي ان وقف تراكم الفساد, كل الناس هتقول كفاية. آية شو الشعارات اللي رفعت في ميدان التحرير, ما هي الشعارات؟ آية سامي كلية الأداب جامعة القاهرة. الشعارات الأول اللي كان بدأ من التحرير هو في يوم 25 بدأت أنه الشعب يريد إسقاط النظام, عايزين عايش حرية عدالة إنسانية, عايزين كرامتنا, عايزين المجتمع يتغير. بس شوية ومعني من يوم 25 بدأت يوم 25 بالذات العصر بدأ الشرطة تستخدم معنا أسلوب مختلف جدا. بدأوا الضرب, بدأوا قالوا لا ده في جماعات نزلت, ده في جماعات محظورة نزلت, لا ده في جماعات غير منتظمة. فده كله خلل يعني, وبدأ الضرب يشتغل من يوم 25 بالليل. ده خلى الناس اللي هو لا كفاية ما ينفعش اللي بيحصل ده. غير كده الإعلاميين أو السياسيين اللي كانوا قاعدين في مكاتبهم كانوا بيستخدموا لهجة غريبة جدا وكأنهم يعني مش عايشين معنا في الواقع. مثلا زي صفوت الشريف طلع قال في الإعلام لا ده هم عدد ألف, مع أن في الميدان كان في ناس كتير موجودة جدا في الميدان. تحس أنهم عايشين في عالم والشعب كله عايش في عالم تاني. إحنا بنضيف مطالب وده خلى يمكن يقول سقف المطالب يعلى, لأن إحنا دايما كنا بنطالب مطالب وهم دايمين يقولوا لا مفيش أي حاجة, لا مفيش أي حاجة. فطبعا يعني المطالب كترت والمطالب ازدادت, مع أن هم كأنهم مش عايشين معنا في الواقع خالص جدا. أحب أقول بالإضافة اللي قالته آية, نحن عندنا الإعلام المصري إعلام مزور جدا لأنه منافي الواقع الشارع المصري, ما بينقلش أي حاجة نهائي من الشارع المصري. بس فدي نقطة يعني حبيت أن أضيفها لآية. بدي بس حاجة بالنقطة اللي هو المظاهرات. المظاهرة اللي كانت يعني اللي ظهرت على فيسبوك الإيفنت كان عبارة عن أنه وقفة احتجاجية ونقف نحتج على ظلم. وبدات ان الحكايه الثوره ان هم برضو النظام هو اللي خلى الحكايه اللي بثوره, والناس نزلت مش عشان حاجه, عشان السياسات اللي كانت شغاله اساسا هي كانت سياسات بوظت البلد. فيعني حتى لو كانوا هم استجابوا من اول يوم ممكن ما كنتش الثوره حصلت, بس ده اللي خلى الثوره تحصل. مين عايز يعلق؟ ماجد اتفضل.
انا بس عايز اقول لخالد انا لما قلت ان انا كنت نازل ده كان انا عارف الناس انا نزلت الناس هي بتهتف باسقاط حسني مبارك بالاسم يعني انا شخصيا ما كانش عندي ثقه ده ممكن يتحقق انا يعني زي ناس كتير كنا مخدوعين ان في شخصيه حبيب العدلي انه اقوى من كده بكتير انه هيعرف يحكم بال يعني للتوضيح هو وزير الداخليه السابق ايه ده حبيب وزير الداخليه السابق يعني انا بعتبر بالنسبه لي اكبر مفاجاه في الثوره هو انهيار الداخليه بالسرعه الرهيبه دي يعني احنا خلين الحبيب العدلي لا هيعرف يعني حتى يعني بعد في نفس يوم نجاح ثوره تونس انا كنت كاتب على ويب سايت على النت يعني متخصص في المقالات كنت كاتب مقاله صغيره جدا كانت يعني فيها نوع من انواع الاسقاط يعني السياسي ان عمرنا ما هيحصل عندنا ثوره زي تونس عشان عندنا جهاز امن الدوله وجهاز داخليه عنيف جدا يعني. طب ايا شو بدك تعلق؟ الاء بس انا اصلا مختلفه معاهم كلهم من ناحيه انه الثوره قدرت تحقق اي حاجه لانه بصراحه يعني انا مش شايف انه حصل اي نوع من التغيير اصلا من هذا السؤال هلا رح نوصله سؤال سنساله لاحقا اذا هذه الاسباب التي دفعتكم الى نزول ميدان نعم تفضل انا ما نزلتش التحرير اصلا لان كان عندي في البيت بابايا ما بيرضاش ان ينزل وكده وما كنتش برضو متوقعه ان اي حاجه هتحصل كانت كل مشاهدتي من التلفزيون وبس فاللي كنت بشوفه في التلفزيون كان ناس واقفة غير بقى ان فعلا انا بتكلم على نوعية من الناس اللي ما قدروش ينزلوا غير ان احنا فعلا كنا مغيبين عن اي حاجة بتحصل كان تقريبا 3 ارباع الوقت انا ما بتفرجش على حاجة وبعمل اي حاجة تانية والربع هو اللي بشوف حصل كده في الميدان وبقى انا بس حبيت اقول طيب على صفحة كلنا خالد سعيد على الفيسبوك يوجد رسم كاريكاتير يقول الثورة لا تنطفئ لا تنتظر الثورة تكتمل هل اكتملت الثورة في مصر؟ أحب أضيف بس من ضمن الأسباب اللي نزلتنا كمان الثورة إن الإنسان المصري كان حاسس بهدر في الكرامة غريب جدا يعني كان دمه جوه بلده أو مش دمه هو كحقوقه أصلا جوه بلده مسلوبة فبالتالي كان بره مصر ملوش كرامة أساسا يعني من ضمن الثورة أولا الثورة هي لسه محققتش أي حاجة إحنا مجرد إن إحنا شلنا حسني مبارك بس كل حاجة يعني إيه خفايا حسني مبارك لسه في الدولة زي ما هي مفيش أي حاجة حصلت الثورة مستمرة والثورة بجد فعلا مش هتنطفي ومش هتقف لحد هنا لا الثورة بجد مستمرة وإحنا فعلا ضد حكم العسكر وفعلا بجد لحد دلوقتي النهاردة في الميدان لسه بنقول يسكت يسكت حكم العسكر لماذا خرجتم من الميدان إذن؟ تفضل خالد يعني قصدك ايه بالظبط لماذا يعني بما انه الثوره لم تكتمل بعد وبما انه المجلس العسكري يحكم الان لماذا خرجتم من الميدان وكان الثوره انتهت لان في بعض الناس او اغلبيتهم يعني بس ما كنتش انا منهم بيعتقدوا اعتقاد اثبت يعني خطاه يعني ان الجيش او العسكر صادق ان هو فعلا في نواياه تجاه الثوره او تجاه المتظاهرين ومطالب الثوره وكده لكن اثبتت الايام ان الفكره دي فاشله السبب الرئيسي اللي خلى الناس تثق الثقه دي واحد لان الناس تعبت من حاله التظاهر العام وتوقف الحياه بشكل كبير النقطه الثانيه الثقه نفسها اللي هي مبنيه على ان هو الجيش ما ضربش نار دي حقيقه خلال ال 18 يوم ايا كان يعني موقفه بعد كده قتل الناس ولا لا كانت مخليه الناس عندها امل ان هو يقوم يعني بتمثيل مطالب الثوره في الفتره ما بعد يعني 18 يوم محمد انت صدقت المجلس العسكري لا طبعا ما كنتش مصدقه خالص يعني لان احنا او انا مثلا اتليست ان انا عارف ان هو المجلس باعضائه اللي فيه طنطاوي وسمعنان وغيرهم معروف تاريخهم كويس قوي حتى من قبل الثوره ومعروف هم مشتركين في ايه ومعروف البيزنس اللي عندهم يعني الكلام ده كله كان معروف انا من الاول خالص كنت عارف لا ان طبيعي جدا المجلس العسكري يستمر في نفس سياسه حسني مبارك بالظبط في كل حاجه منن ما رايك انا رايي برضو يعني انا من اول يوم 11 فبراير وانا شايفه انه كان اكبر غلط ان احنا سيبنا الميدان ومشينا وصدقنا يعني ان هو المجلس العسكري ممكن يكمل معانا فتره اللي هي دي لان هي دي كانت اخطر فتره في رايي يعني المرحله الانتقاليه دلوقتي فكنا محتاجين حد ان هو يعني يكمل معانا او يمر بينا من فتره اللي هي فتره ما بعد الثوره دي ويكون امين على المطالب بتاعتنا كثوار ويجيب حق الشهداء وحق الناس اللي ماتت بس انا في رايي ان المجلس العسكري ما كانش هيعمل ده لان هو ليه سياسه يعني عسكريه مش هتمشي مع المدنيين هنا يعني فطبعا انا ما كنتش مؤيده ليه من اول يوم بس فده رايي اتفضل يعني يوم 11 فبراير لما طلع عمر سليمان
وقال ان مبارك انه تنحى وتخلى يعني عن سلطه البلاد وسلمها المجلس الاعلى للقوات المسلحه. معظم الناس فرحت بنزول الجيش ومدرعات الجيش للشارع. معظم الناس قالت ان الجيش والشعب ايد واحده. للاسف احنا كنا فاكرين ان ممكن المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان هو يحقق اي اهداف من اهداف الثوره، بس للاسف طلع ان هو بيقمعها، يعني نفس سياسه حسني مبارك بالظبط، يعني تنطوي حسني مبارك وجهان لعمله واحده. لقينا من اول حوار اللي هو سميره ابراهيم اللي هو كشف العذريه في 9 مارس، لقينا بعد كده في اللي هم ضباط 8 ابريل ان هم اتشقوا عن الجيش وضربوهم في ميدان التحرير ان هم اتشقوا عن الجيش. بعد كده نيجي لاحداث كتيره جدا بقى حصلت، يعني عندك احداث ماسبيرو مات فيها مينا دانيال بمدرعة اللي هي دست عليه اساسا، يعني منتهى يعني مفيش اي انسانيه حتى هم بيتعاملوا مع الناس. نيجي بعد كده على احداث البالون اللي هم اساسا يعني اهالي الشهداء المفروض ان هم كانوا بيقولوا ان هم هيروحوا يحتفلوا هناك، دخلوا بلطجيه، والسبب في وجود البلطجيه واحداث السلب ونهب وقتل في البلد حبيب العدلي، لان هو لما اتصل بمبارك وقال له يا باشا سيب الحوار ده عليا طلع كل المساجين والبلطجيه اللي كانوا في السجون، فبالتالي البلد كانت في حاله فوضى وسلب ونهب بسبب البلطجيه، يعني بسبب حبيب العدلي. لماذا خرجتي من ميدان التحرير؟ لماذا خرجت من ميدان التحرير؟ اولا انا لما بقول اسكت اسكت حكم العسكر انا قصدي من الجيش اللي هو اخويا وقريبي، فدول مش قصدي بيهم الناس. الناس دي مظلومه، بتلبس خيش، بتاكل اعفن عيش، بتاكل عدس، بتاكل حاجات غريبه جدا، يعني مش دي القضيه. القضيه ان هو انا قصدي في القيادات اللي فوقهم اللي هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه، بمعنى صح اللي هو سامي عنان وطنطور. اتفضلي يا ألا. بس عشان في خلط بيحصل بين الامور عند الناس، لما بنقول يسكت يسكت حكم العسكر مش انه يسكت الجيش. الجيش ده زي ما قالت الاء اخويا واخويا وابني يعني كل حاجه، هو الجيش اللي هو اللي واقف على الحدود اللي بسكناته ومدرعاته. المجلس العسكري حاجه والجيش حاجه، وده لازم نفرق. شو الفرق بين المجلس العسكري؟ المجلس العسكري اللي هو القيادات، زي مثلا المشير، مثلا قائد القوات الحربيه، قائد القوات البحريه، القيادات العليا، هو ده المجلس العسكري اللي هو بيحكم البلد. بس ملوش علاقه خالص، هو قيادات الجيش بس ملوش علاقه بالجيش اللي هو واقف كان بيحمينا ايام الثوره، مثلا كان واقف على المدرعات، ده حاجه وده حاجه. وانا كمان يعني مش عايزين نقول يسكت يسكت حكم العسكر، ان العسكر مسكنا من ايه؟ من اول ثوره 52 بقى لنا فتره كبيره اكتر من 30 سنه مسكنا العسكر. احنا عايزين دم جديد يدخل في السياسه، اشخاص جديده، وجوه جديده، عشان نقدر نشوف البلد. في تجارب كثيره البلاد بره اوروبيه وفي اسيا العسكر كان ماسكها، وبعد ما حصل انقلاب عليها البلد تطورت. احنا عايزين بس اللي هو ايه، تغيير، عايزين نشوف حد. احنا العسكر مسكنا 250، طب في ايه لما نجرب حد جديد؟ هو مش لازم يقولوا البلد دي مش ماسكها العصا، لا احنا عايزين نجرب ناس جديده. اتفضل معايا. بصراحه انا بدات احس بسيطره العسكر على الامور من يوم 8 فبراير، من قبل تنحي مبارك. انا كنت ساعتها راجع من السفر وشفت شكل الشوارع ما كانش طبيعي. توقعت ان سيطره العسكر على اوضاع البلاد بالطريقه دي من المستحيل انه يتم من غيرهم، هم يكسبوا من وراها حاجه. وتوقعت ان البديل الوحيد اللي هيبقى لمبارك هو المجلس العسكري. انا يوم التنحي ما كنتش لسه شفنا ممارسات سيئه من المجلس العسكري، بس انا كنت رافض الفكره اصلا، فكره اختيار مين اللي يجي بديل لمبارك. انا ما ينفعش اقوم بصور عشان اسقط راجل فهو اللي يختار لي قبل ما يمشي مين اللي يحكمني. المبدا ذات نفسه، حتى الراجل اللي جاي مكانه ده كويس ومحترم، مبدا ثوره اللي ثوره تحكم او على الاقل تختار اللي يحكمها. كنت منزعج جدا كمان يوميها من ان كنت متوقع يعني مع تنحي مبارك ابسط حاجه مبنى ماسبيرو او الاعلام الحكومي هيبقى في ايد الثوار او في ايد من يمثلون الثوره. يعني دي كانت من الحاجات الخطره جدا اللي انا يعني احبطت بسببها، وتوقعت ان الثوره هتبدا تنتهي. يعني ما ينفعش ثوره ما اختارتش اللي يحكمها واعلامها لسه في ايد النظام السابق، ويعني وتوقع منها اي نجاح، مستحيل. يعني هل غشكم المجلس العسكري؟ ادعى انه يحمي الثوره. هو طبعا ادعاء كاذب، لكن هو ما غشنيش عشان انا ما صدقتوش وكده. انا اصلا اول ما كذبه، عشان يعني ابسط حاجه، احنا يعني وصلنا مرحله اللي كان بيعدي كده من جنب الحزب الوطني بيتقال عليه فلول، فما بالك بوزير قعد 20 سنه وزير دفاع نظام مبارك. فتخيلي لما مبارك يثق في رجل انه يفضل وزير في حكمه 20 سنه متواصل، الراجل ده عباره عن ايه؟ الراجل ده بيمرر كل مصالحه وبيعمل اللي هو عايزه اكيد. يعني انا متفق مع اغلب الكلام اللي هو قاله، بس هي النقطه الوحيده اللي لازم نقولها ان هو فعلا ما كانش في مؤسسه او جهه، حتى القوى الثوريه او اي جهه تقدر فعلا ان هي تسعى للسلطه او تحط سلطه غير المجلس العسكري. دي المؤسسه الوحيده اللي كانت تملك القوه وكانت تملك بعض من الشرعيه قدام ناس كتير، مش لازم يكونوا احنا ناس كتير،
ان هي تقدر تقول لا انا بحكم البلد الفتره دي. لكن لو جينا قعدنا نتناقش دلوقتي نقول مين فعلا، لو احنا كنا 18 يوم وبنحاول نفكر طب احنا مين اللي هيبقى في الحكم، ما كانش عندنا اجابه للسؤال ده. مين اللي هنحط مكان حسني مبارك، ما كناش عندنا الاجابه على السؤال ده. يمكن عشان ما كناش مستعدين لليوم فعلا اللي هو حسني مبارك يتنحى، بس يعني دي الحقيقه. النقطه الثانيه بس قبل ما بخلص كلامي، انا مش عايز بس نقعد نقول الثوره ما حققتش حاجه، هي ما اكتملتش، بس هي حققت حاجات. يعني اسقاط حسني مبارك والقعده اللي احنا قاعدين بنتكلم مع بعض وبالقوه دي وكل واحد بيقول اللي هو عايزه، ده في حد ذاته مكسب. يعني لازم نقول ان في بعض المكاسب من الثوره، مش الثوره ما اكتملتش، بس في ناس اتكلموا زينا واتاخدوا احكام عسكريه. ماشي 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 اوكي، بس الحاج بس يعني عارف حتى يتكلموا بعد كده يروحوا محكمات عسكريه. في ناس يعني ما كانتش حتى فكره ان احنا نطلع نتكلم دي كانت كتير. يعني كان الراي نفسه ما كانش مسموح. يعني دلوقتي ممكن يبقى عندك رايك وتتكلم فيه، هيبقى في بعض المضايقات من العسكر، وطبعا وفي عدم قبول لفكره النقد من الجيش، لكن لا بس بتكلم. يعني في لا في هامش حريه. لا هل هذا انجاز انكم اليوم تتكلمون بمناسبه يعني الثوره التي بدات باسقاط النظام، هل انجازها اليوم هي انكم تتكلمون بحريه؟ لا. ممكن احنا بنتكلم في حريه، بس ما ننساش حاجه، المحاكمات العسكريه كان في 1001 لحد النهارده دلوقتي احنا ما نعرفش وما فيه بسبب المحاكمات العسكريه. سنان المماطله في المحاكمات العسكريه لحسني مبارك والحاشيه بتاعته المجلس العسكري على، يعني هو اساسا عايز يمطل فيها اساسا، يعني لان زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان هما الاثنين وجهان لعمله واحده. بالنسبه للادعاء ان الجيش حمى الثوره، الادعاء ده كاذب بالمره، لان قلت لك ان هو حدث قبل كده احداث محمد محمود ومجلس الوزراء، البنات حصل لها كشف عذريه، اتسحلت، اتعرت، اتبهدلت، اخواتنا ماتوا كمان، ده غير مذبحه البورصه هذه اللي هو الالتراس. اولا هما بيقولوا ان هما 74 قتيل، هما اولا من 170 ل 190 قتيل، بعدين الشرطه كانت واقفه، وبعدين ما لهاش دور. يعني هي اساسا الشرطه لحد دلوقتي هي ما لهاش دور، والمجلس العسكري هو المتسبب في حوار بورسعيد، وكل الاحداث اللي بتحصل من اليومين دول من يوم ما مسك المجلس العسكري لحد النهارده هو السبب فيه. طيب قبل ان نكمل النقاش، سنشاهد سويا تقرير يعرض بعض اراء الشباب المصري حول الثوره وما بعد الثوره. احنا لما فكرنا نعمل الثوره فكرنا ازاي نعمل الثوره، فعملنا الثوره بس ما فكرناش نبني بعديها ازاي. بس فاحنا انفضلنا على الوضع ده مضطرين ان احنا مش هنحقق اي حاجه من اللي عملته الثوره. هو مفيش اي حاجه اتحققت من طلب الثوره غير ان احنا شلنا مبارك، وللاسف هو لسه يعني هو شلناه بس اسما، لكن كعلى ارض الواقع هو لسه بيحكم، ولسه الناس اللي احنا كنا عليهم اولاده والعائله لسه بتحكم، بس هو بيتظاهروا ان هم ما بيعملوش اي حاجه. احنا هنفضل بجانب كده، احنا هنفضل نقول يسكت يسكت حكم العسكر لغايه ما هنسكت حكم العسكر، ومش هنسكت ومش هنسيب حقنا، وكل رصاصه بتدوها لنا بتقوينا ومش هنسكت، وان شاء الله مصر هتبقى احسن بينا مش باي حد تاني. هو يعني اللي اتحقق بس حاجه واحده، ان هو حسني مبارك اتنحى، لكن مفيش اي حاجه لسه اتحققت. يعني ما احنا دلوقتي عايزين حريه وعداله اجتماعيه، فمش لاقيين الحاجه من دي خالص لسه. يعني كل حاجه دلوقتي في ايد الجيش. هو احنا نزلنا طلبنا قلنا عايش حريه عداله اجتماعيه، هو مفيش حاجه اتحققت. احنا ممكن قلنا اسقطنا النظام، مفيش الكلام ده، هو مفيش غير حسني. يعني ده ايه صوره عشان هو اللي كان في الوش، يعني راس الافعى شلناها، اتبقى يعني بقيه الجسم. النظام العسكري متواطئ يعني تلقائيا في كل الاحداث اللي حصلت، وبيقولوا لنا دستور، يعني استحاله دستور في ظل النظام العسكري. احنا عاملين الثوره دي بسبب البطاله والتعليم، والتعليم لحد دلوقتي اصلا ما اتصلحش، ده بيبوظ اكتر. مفيش اي حاجه تانية اتحققت، البلد زي ما هي، واحنا نفضل نكمل لحد ما يحققوا لنا مطالبنا، ويسكت حكم العسكر، وهنجيب رئيس جديد، وان شاء الله يحقق لنا كل مطالبنا. سمعنا عينة من آراء الشباب المصري حول مرحلة ما بعد الثورة، نعود إلى الاستوديو لنعرف آراء الطلاب الموجودين معنا اليوم. تفضلي معي. أنا بس رأيي أنه كانت أهم حاجة في مطالب الثورة أن حسني مبارك يسقط، دي أصلاً ما كانش حد متخيلها. يعني كل الناس اللي أكبر مننا في كون أنه حسني مبارك يسقط، دي كانت حاجة أنجزناها. كون المطالب اللي بعد كده دي لأ، وأنا في وجهة نظري لا، انا حتى لغايه دلوقتي مش بعرف اتكلم. انا في الجامعه عندي احنا بقالنا 11 يوم قاعدين على الباب بيتين، مش عارفين نقول احنا عايزين ايه. ليه؟ مطالبنا ما حدش من الاداره نزل حتى يكلمنا يقول لنا انتوا ايه مطالبكم. ماذا حصل؟ اخبرينا. اللي حصل ان احنا في احداث بورسعيد توفى عندنا واحد اسمه كريم خزيم،
بعد ما كريم توفى عملنا وقفة احتجاجية، وقفة صامتة. بعد الوقفة السبب في المجزرة دي كان العسكر، ده بالرأي العام المعروف. أهدافنا ضد العسكر كان عندنا مطلبين، صورة للمخلوع حسني مبارك كانت على الويب سايت بتاع الجامعة، وكان النصب التذكاري بتاعه موجود. الجامعة بتقول ان النصب التذكاري ما يتشالش لان في عهده حصل، في حين ان في اماكن كتير قوي نصب التذكاري اتشال. كان في حد من الإدارة موجود تحت، قلنا ان احنا ادينا له الورقة واحنا واقفين تحت بالعددنا، بعد اذنك امضلنا ان احنا ان الحاجتين دول يتشالوا، اللي عايز حاجة يطلع لي المكتب. ده كان رده. فاللي كان واقف بيتكلم معاكي قال لنا يا جماعة هو قال لي كذا كذا، ايه اللي يحصل؟ احنا اللي قلنا يا جماعة طب خلاص هنطلع له مكتب، فالعدد كله طلع مكتب. لما طلعنا المكتب هو ما كانش موجود، كان في اجتماع للإدارة بقاله ساعتين، ما حدش كلف نفسه من الاجتماع الإدارة ده، في حين احنا مش عارفين ان الاجتماع مغلق، ولا ان الاجتماع ده بقاله الناس واخدة اذن بيه من كذا يوم. ما نعرفش الكلام ده، فاحنا لسه واقفين تحت. ما حدش من الإدارة جه كلمنا ولا قال لنا ايه. دلوقتي اللي بيحصل ان احنا عندنا 3 اتفصلوا واثنين اترفضوا. الأسباب الهجوم على المبنى بتاع الجامعة، السب والقصف للميري، وثالث حاجه كده والتحريض الطلاب على تعريض حياه الطلاب للخطر. الاثنين اترفضوا رفض نهائي، يعني واحد منهم ده كان اخر ترم ليه ويتخرج، يعني هو في هندسه، يعني قعد 5 سنين بيدرس، وفي الاخر عشان رايه وقال لي يسقط حكم العسكر جوه سور الجامعه، وفكر انه يعمل حاجه تشرف جامعتنا، تأبين محترم لزميلنا اللي توفى في احداث بورسعيد، كان مصيره انه اترفض رفض نهائي. يعني آلاء، من الحديث يبدو ان الحريات العامه في مصر تتراجع. ده اكيد، يعني اصلا هي ما كانش في حريات في مصر اصلا من قبله، وما فيش حريات لحد دلوقتي. احنا عندنا ما فيش حريه ان انت تعبري عن رايك، ما فيش حريه ان انت تعملي اي حاجه، لانه انت يعني مبدأ ان انت اولا ما انت جيتي عايزه تعملي اي حاجه معارضه، انت ممكن تتكلمي لو انت عايزه تكلمي براحتك، كلام ببلاش. لكن لما اول ما هتيجي تعملي وقفه، اول ما هتيجي تبقي عايزه تحققي مطالب، عايزه تعملي اي حاجه، اكيد هيكون في حد هيجي يقف قصادك. لان انت مجرد ان انت تقولي يسقط حكم العسكر دي ما بتعملش اي حاجه. لكن لما تقفي في مكان وكل الناس تسمعك وكل وتقولي انه لا اللي بيحصل ده غلط، يبقى انت كده بداتي تخشي في مصالح ناس، واكيد محدش هيسمح لك بالكلام ده. بس عايز اعقب على حاجه في حريتهم. الثوره ما قامتش كده فجاه، يعني مثلا من 2005 كانت في، او 2004 كانت في حركه كفايه، بعد كده ظهرت حركه 6 ابريل، كانوا دايما بيقفوا، كانوا دايما الامن وناس كتير منهم دخلوا امن الدوله، وناس كتير منهم اتضربوا، وناس كتير منهم اتعرضوا لمضايقات جوه البلد، وفي ناس سافرت وفي ناس قعدت. فيعني الثوره وان احنا قاعدين ده ما حصلش من فراغ. في ناس كتير وقفت من قبل الثوره بكتير، من 2000 بتكلم، من 2004، من 2005. فيعني مع الوقت احنا هنتغير، بس المشكله ان السياسات اللي فوق او الناس الكبيره لسه تفكيرها واحد، لسه تفكير ان لا ده ما يصحش، ده ما ينفعش، لا ده ما يحصلش. احنا مبارك سقط، والنظام مش مبارك بس، النظام مبارك في فكر العقول كلها، فكر الناس كلها. احنا قبل ما نغير النظام المفروض كنا نغير عقولنا احنا. احنا المفروض نتغير، احنا المفروض نتقبل الواقع الاخر، نتقبل الراي الاخر، نحترم بعض، نحترم اراء بعض. للاسف مش عايز اقول في مصر بس، في كتير من المجتمعات الدوله العربيه ده مش موجود، وفي كتير من العالم برده كمان ده مش موجود. بس في الاعلام احنا تعرضنا، الاعلام بتاعنا على مدار سنه من الثوره كان الى حد ما كان اعلام مضلل، يعني دايما ايه في الاول الثوره كان دايما يقولوا لا ده عدد قليل بس اللي بينزل، لا ده ما فيش متظاهرين، ده هم مطالبهم بسيطه وشويه شباب ومطالبهم هتتحقق. بعد الثوره لقينا نبره الحديث تغيرت بعدها بفتره، نبره الحديث تغيرت برده. وما ننساش احداث ماسبيرو واللي حصل قدام ماسبيرو، شويه شويه الاعلام بقى اتغير في مصالح بتقص الاعلام، يعني كل واحد صاحب قناه برده ما هو مش هيقدر يضر مصالحه. طيب مهند لديه تعليق، تفضل. انا كنت عايز اقول بس على سنه ما بعد الثوره، يعني احنا عدينا اكتر من سنه، الحصيله بتاعت كل ده اللي حصل كله ده كان ممكن يحصل في اسبوع لو قلنا يعني الفوائد بتاعت الثوره. الفكره كلها دلوقتي ان انت لو احنا ماشيين على الطريق الصح، حتى لو هنقعد 20 سنه مستعدين نقعد 20 سنه، بس نبقى ماشيين في طريق صح، سنه الجايه التعليم يتحسن، سنه نسبه البطاله قلت، سنه كده. بس انت لما تلاقي انك عديت سنه ولسه يعني المشاكل هي مفيش حريات، مفيش، انت مش ماشي على الطريق الصح،
انا وقت ما امشي على الطريق الصح ولان في بروجرس ماشي ساعتها اقدر اقف اقول ماشي اقعد انا وابني نفسي ولا اسيب الكلام. اما لما تقول لي من الاول ان انت لا مفيش تظاهرات وخلاص وفي رئيس جاي واقعد في البيت وكلام ده, ده لما انا فعلا اتحط على الطريق الصح. انا اردت ان تعلقي على كلام مهند, ماذا لديك؟ انا عايزه اقول حاجه. هو انا معاهم ان مفيش حاجه بتتغير في يوم وليله, بس برضو في الفتره الاخيره في تغيرات كتيره قوي حصلت ومؤشرات بتخلينا يعني يعني هي خطر, هي مؤشرات يعني بتخلينا ايه نقلق او نحس ان الثوره ماشيه في طريق غلط مش زي ما احنا عايزين. زي ايه؟ زي مثلا احنا فرحنا قوي يوم قبضوا على الضباط اللي هم متهمين بقتل المتظاهرين وقلنا ده انتصار للثوره وكل حاجه, بس دلوقتي هم طلعوا براءه. نفس الكلام حصل مع ماشي لما قبضوا على كل يعني رموز النظام الفاسد وكل الكلام ده, بس اللي احنا بنشوفه في المحاكمات دلوقتي بنشوف ان هم بيمطلوا فيها, بنشوف ان هم يعني بيكذبوا كل أدلة الاتهام, فده بيخلينا نقلق اكتر. يعني لو الناس دي خدت براءة ايه اللي هيحصل؟ ده كده يعني معناه ان الثورة خلاص فشلت وهنعيدها من اول وجديد. فانا رأيي انه ماشي مفيش حاجة بتتغير في يوم وليلة, بس لو فضلنا مستنين على كل المؤشرات اللي هي بتدل ان الثورة ممكن تفشل, يبقى احنا كده ما ينفعش نسكت عليها. محمد, على من تقع مسؤولية عدم اكتمال الثورة؟ يعني أنتم تتحدثون عن ممارسات وتعديات على الحريات وعلى حقوقكم, من تلومون؟ الفكرة كلها أنا شايف إن هو اللوم بيقع مش على فرد واحد بس, هو يعني لو عايزين إحنا نرتبها كده, نمرة واحد طبعا المجلس العسكري, نمرة اتنين القوى السياسية اللي خانت الثورة زي الإخوان المسلمين مثلا اللي هم تواطؤوا مع النظام ومع المجلس عشان يوصلوا للكرسي وباعونا, باعوا الشباب, باعوا دم الشهداء, باعوا كل حاجه. فيعني نعم خالد, يعني انا ما عنديش اعتراض, بس عشان نوضح احنا ما عندناش اعتراض قوي عن موضوع ان الاخوان يوصلوا للسلطه او يعني, لكن الفكره ان انت ازاي توصل للسلطه عن طريق صفقه مع المجلس العسكري؟ لا مش مقبول. عايز تحكم عن طريق من قال انه الاخوان قاموا بصفقه مع المجلس العسكري؟ من قال ولا لا بلاش نقول من قال, تعال نقول ايه المؤشرات بتاعت ما هي المؤشرات اخر المؤشرات وليس اولها. يعني اخر مؤشرات مرشح الرائع يعني منصور حسن مرشح التوافقي اختار نائب هو سامح سيف اليزن ولواء جيش, ده شيء يعني. وقال انا استشرت المجلس الاعلى في قراري بعد لقائه بسامي عنان, ده جزئيه ثانيه, وخد تاييد حزب الوفد وتاييد الاخوان المسلمين. على رأسه امبارح سماح سيف اليزن استقال من الحمله الانتخابيه لمنصور الحسن يعني بالمناسبه, بس هو عشان بس ايه بقى يعني المعلومات يعني كان يعني سامح سيف اليزن هو قال انا قابلت سامي عنان ومنصور حسن ده كان موضوع معروف وقال له انا نازل. طب مؤشرات اخرى ما ناخد مثلا موضوع الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. اول جريمه حصلت في حق الثوره هي فكره الاستفتاء, المجلس تحالف مع الاسلاميين وحطينا ما بين نعم ولا, ما لهاش اي معنى في التاريخ. هي مش مساله بس اقحام الدين بالسياسه, كمان هي المساله الاهم هو ليه الاخوان اصروا على موضوع الاستفتاء واصروا ان احنا نمشي في موضوع الانتخابات اولا والكلام ده كله. الفكرة ان الدستور هو القواعد بتاعت الحكم, انا بنتفق انت هتحكمني ازاي كاخوان, يعني حتى لو انت جيت تحكمني ابقى انا راضي بحكمك, لكن لا ده هو عايز يحط القواعد اللي هو هيجي يحكمني بيها وده بالاتفاق طبعا مع المجلس العسكري. لو جينا خدنا التمثيل طارق البشري ايا كان مستشار انا بأوجه له يعني واقدره كشخصية كنت بقراها شخصية وطنية يعني او بشوفها شخصية وطنية, لكن هو قريب من الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي, كان رئيس اللجنة التعديلات الدستورية العجيبة برضه. صبحي صالح المحامي للإخوان المسلمين هو يعني برضه محامي وعضو فاعل في الإخوان المسلمين وكان عضو عنهم في البرلمان في برلمانات سابقة, يبقى هو داخل اللجنة بتاعة التعديلات السورية. طيب وبعد كده الناس كلهم من الترزية القدام بتوع القوانين اللي كانوا بيشتغلوا أيام مبارك. طيب ما فيش ولا طيار تاني ممثل في التعديلات الدستورية؟ مش لاقي يعني محامين؟ صبحي صالح ده يعني هو خلاص عالمة عصره وزمانه يعني لا تفضل معلش اضيف حاجة هي لا المؤشرات برضو كتيرة يعني في مؤشرات كتيرة يعني 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 انا عايز اقول بس يعني افكر بحاجة ان وقت ما كان الناس في ميدان التحرير
وعمر سليمان دا يعني عمر سليمان دعا الاجتماع بالقوى السياسيه اول ناس يروحوا اول ناس اجتمعوا يعني الناس يعني في الميدان والاخوان قاعدين بيتكلموا مع عمر سليمان هو يعني ممثل النظام السابق يعني كان اياميها هو رسميا نائب رئيس الجمهوريه. الصوره مؤخرا لما قلنا لا للمحاكمات العسكريه الاخوان ما قالوش لا معانا لما قلنا يسقط حكم العسكر الاخوان بالدوائر الحادثه الاولى احداث محمد محمود الاخوان المسلمين رفضوا النزول للميدان اليوم 25 يناير 2012 لحد يوم 27 يناير الاخوان يعني مجلس عسكري صرح ان احنا بقى ايام احتفالات واحنا كثوار قلنا دي مش هينفع نحتفل في الايام دي. الاخوان وقفوا في صف في قوات مسلحه وقرروا لهم يحتفلوا وكانوا يعني على مشارف اللي هم يعملوا كارثه في ميدان التحرير يوم 27 يناير 2012 يوم الجمعه يعني بيتصرفوا بجاح يعني مسيرات جايه 3 ساعات ونص في الشمس بعد صلاه الجمعه عشان يوصلوا ميدان التحرير بنهدف ضد العسكر او ما دخلنا علوا شغلوا القران على المنصه بتاعتهم وعلوه على الاخر عشان يكمموا افواهنا. كنت عايزه بس اكد على النقطه اللي قالها ان هو فعلا احنا لما جينا في عمل مسيرات من كل حته في مصر وجينا ندخل ميدان التحرير كل ما نيجي نهتف ضد العسكر او اي شعارات منهضه للحكم العسكر كانوا هم مش عارفه بيرفعوا القران وبيطلع احمد البلتاجي بيطلع يتكلم مش عارفه وغيره على المنصه. كانوا عاملين منصه كبيره جدا كانوا مشغلين يعني السبيكرز بتاعتهم باعلى صوت يعني عشان مفيش اي حاجه توصل. اتفضل محمد. انا بقول الـ يعني الـ الفكره كلها ان هو بغض النظر مثلا عن ان هم وقفوا او شاركوا مع الثوار مثلا في محمد محمود او غيره او لا الفكره ان هم كمان مواقفهم كلها كانت بتبقى مواقف يعني سيئه جدا يعني مثلا يعني اخر حاجه حصلت مجزره بورسعيد مفيش واحد في الاخوان المسلمين سواء من اللي في مجلس الشعب او اللي براه وقف يتكلم كلام كويس او محترم يعني لا مفيش كلهم كانوا بيكلموا دول مش شهداء دول اللي مش عارف ايه دول شويه دول الالتراس دول بلطجيه كلام يعني سيء جدا يعني. اتفضل مهند. انا اصلا انتخبت الاخوان حلو بس لو يرجع بيا الايام تاني مش هنتخبهم. ليه انتخبت الاخوان؟ ليه انتخبت؟ ان انا كنت حاسس ان دول اكتر حزب منظم وانه قبل كده كان بياخد اغلبيه كان بياخد يعني كراسي في البرلمان قبل في زمان فقعدت اقول هو ده يعني فقلت بالظبط انا قلت ايه ده لا اكيد ايه كانوا بقى مبهدلين فهيطلعوا وهيثبتوا للناس وده حزب منظم واحسن حزب. انا بقول اهو انا ندمت ان انا انتخبت. لماذا؟ اولا نرجع مثلا ايه بتاعت بورسعيد فيش حد طلع دي في كام واحد مات فيش حد طلع يتكلم وطالعين يقول لك نقفل مش عارف المواقع ايه ونعمل ايه وفي ناس ميته لسه ما جالهاش حقها وده طالع يتكلم في حاجات تانية يتكلم حاجات دينيه. دي حاجه. تاني حاجه مثلا قبل الانتخابات اللي هي بتاعت مجلس الشعب كان في ناس بتموت 5 ايام كان ناس بتموت في محمد محمود هم قاعدين فين؟ قاعدين يقول لك لا وعايزين لا عشان الانتخابات تمشي انتوا عايزين تبوظوا البلد اللي البلد هي هتقومها وفي ناس هتبقى شرعيين فده من الحاجات من ضمن الحاجات فعلا اللي خلتني انا اندم ان انا انتخبت الاخوان. مين انتخب الاخوان؟ انا عايز بس ازود حاجه انا يعني مش عايز احصر خونه الثوره في الاخوان المسلمين فقط هم مش لازم يكونوا خونه يعني الثوره أنا يعني طب لنطرح السؤال من باع الثوره؟ من سرق الثوره منكم من باعها من تاجر السؤال الاسهل مين ما باعش الثوره؟ اتفضل يا السؤال الاسهل مين ما باعش الثوره؟ يعني مين عايزاني اعددهم اسامي ولا احزاب يعني لك ان تتخيلي ان شخصيه زي محمد البرادعي بغض النظر يعني اتفقنا واختلفنا على شخصه لكن مين يصدق محمد البرادعي اتهاجم في عصر الثوره المفروض عصر حريه اكتر واتهاجم قبليها يعني انا بحس من الاخوان بالظبط يعني انا بحس حسن مبارك كان حنين على محمد البرادعي يعني لما كان ماسك الحكم محمد البرادعي اتخان بعد الثوره وتشوه بتزكية من الاخوان المسلمين من صفقه لمن قال عليه خائن في البرلمان. اتفضل يا ايه اتفضل. الاخوان المسلمين كانوا واقفين مع البرادعي قبل الثوره مش عارفه ايه سبب الانقلاب عليه بعد الثوره يعني اكتر جهه سعد الكتاتني كان في استقباله في مطار القاهره اكتر جهه جمعت له توقعات اكتر ناس وقفوا مع البرادعي اول ما جه وقال ان هو عايز يترشح للرئاسه يعني الانقلاب على البرادعي ما كانش وجهه النظر ما كانش مفهومه بعد الثوره. وثانيا بس من النقطه ان هو الاخوان ومش الاخوان يعني انا بضرب دلوقتي احداث بورسعيد اللي كانوا بيتكلموا عليها وعايزين نعرف مين اللي مات. طب انا عايز اعرف مين يعني
لو مش قادرين يجيبوا لنا حق الشهداء اللي ماتوا في طول الثوره, طب يجيبوا لنا احداث الناس اللي ماتت في محمد محمود, وفي قصدي في احداث بورسعيد. يعني العمليه واضحه, احداث بورسعيد كانوا في مدرج وناس طلعت عليهم ضربتهم, ومعروف مين اللي كانوا في المدرج دولت, ولو امن الدوله اشتغل بس شويه هيجيبهم. فهم لو مش قادرين يحاسبوا السبب في قتل الناس من سنه فاتت يجيبوا لي اللي حصل في محمد محمود. اتفضلي معايا. انا بس عايز اقول نقطه على كثره الناس اللي بتموت. هو عندنا هنا خلاص ما بقاش في قيمه لروح البني ادم اللي بيموت. يعني احنا عماله الناس تموت وعمالين نقول هما بيموتوا, ها هنعمل ايه على اللي بيموتوا؟ بس احنا ليه مش بنفكر في ان احنا بقى ننهض بنفسنا ونبتدي نبني ونشيل الناس اللي تحت, الناس دي اللي بتخرب في عقولنا, ونبني التعليم ونحترم بعض ونحترم. يعني احترام الروح ده حاجه ما بقتش موجوده كتير, يعني حسب بقت قليله في البلد. احنا برضو هرجع معلش للبوينت تاني, ان احنا برضو عندنا في الجامعه كان في فوق ال 10 ناس مضربين على الطعام وبيقعوا من طولهم, وانا كنت واحده منهم. ما هي كانت مضربه على الطعام, قعدت 5 ايام مضربه على الطعام ومحدش فارق معاه الناس بتموت ولا ناس تعبانه ولا اي حاجه. بالنسبه لسؤالك انت بتقولي ان هما مين اللي باع الثوره, احب اقول لك ان اللي باع الثوره المجلس العسكري للاخوان المسلمين, لان يوم 31/1 كان يوم الاربعاء كان في مسيرات كانت طالعه من الجامعات او من كل حته عامه. يعني احنا اول مسيره طلعت من جامعه القاهره وصلت قدام مجلس الشعب, كان الاخوان المسلمين كانوا عاملين درع انساني ما كانش فيه نمله تقدر تعدي بينهم. كانت احنا اول مسيره وصلت هناك, احنا بنتفق معاهم بذوق واحترام ان احنا عايزين نعدي عشان نوصل صوتنا لمجلس الشعب. هم مش راضيين يعدونا, بداوا يتعدوا علينا بالضرب. انا جوز اختي دخل عندهم موبايله اتسرق اتضرب منهم. ثانيا لما جت بقيه المسيرات فضلوا موقفيننا حوالي 4 ساعات قدام مجلس الشعب مش عارفين نمشي, في الاخر مش لاقيين حاجه نعملها فمشينا مسيره تاني من قدام مجلس الشعب المسبيه. اتفضل خالد. طيب يعني مين اللي باع الثوره؟ لسته كبيره طويله قوي, منهم ناس ممكن يكونوا شاركوا في الثوره زهقوا عايزين يعيشوا يرجعوا حياتهم طبيعيه, بس ممكن نسميها خيانه نسميها بيها, بس هو يعني ناس عايزه ترجع لحياتها الطبيعيه. بغض النظر عن الاخوان, لان احنا يعني في تقريبا اتفاق من الناس المجتمع هنا على الاخوان المسلمين ان هو باع الثوره او القوى الثوريه يعني بشكل كبير والمجلس العسكري. شايف ان كمان الناس يعني الشعب نفسه ممكن يكون باع الثوره في حاجات كتير. ما بقاش عنده القدره ان هو يستمر على المظاهرات بتاعته, ما بقاش عنده نفس الاصرار. نمرتين, ما بقاش قادر يتخلص من مبارك اللي جواه. يعني الجامعه الالمانيه اكبر مثل على يعني, وغيرها بقى يعني نقدر نقول بقى في مؤسسات الدوله, كليه الاعلام, سامي عبد العزيز, انتخابات قيادات الجامعه, يعني بدل ما يعملوا انتخابات بشكل ديمقراطي جدا يجيب ناس جديده, لا الناس هي نفسها اللي كانت بتطالب بتغيير قيادات الجمعيه انتخبت نفس القيادات او مساعدينها, ففي زي الشيزوفرينيا او في حاجات مختلفه. من منبع الثوره؟ اللي باع ثورة يعني أنا في رأيي أفراد من الشعب المصري. هي ليه ثورة 25 يناير نجحت؟ لأن كان في ملايين من المصريين خرجوا, وساعتها كان هو اللي في إيديهم القوة إن هم يسكتوا النظام. دلوقتي 3/4 الشعب المصري بيفكر بس في الاستقرار وإن هو يعيش يعني حياة طبيعية جدا, فمش فارق معاه مين اللي يكون موجود مين اللي يكون مش موجود, طالما في استقرار في البلد فهو كده عايش كويس. اما بالنسبه للاعتصام او اللي كان موجود في الجامعات في الفتره الاخيره, يعني فاحنا كان عندنا في الكليه برضو بعض القيادات يعني من النظام السابق, وبعدين لما حصل اعتصام والناس دي مشيت جه مكانها ناس ما كانش البديل اللي احنا مستنينه, يعني كان حاجه يعني بس عشان يسكتونا, يعني زي ما خالد قال ما جاش حد جديد قوي او ما جاش حد من هما, والنظام عندنا دلوقتي في الكليه ماشي زي ما كان قبل كده يمكن اوحش كمان. فانا يعني شايفه ان الناس ممكن اللي باعت الثوره اللي هي الناس المصريين هما ممكن يفكروا الاول في الحريه قبل ما يفكروا في الاستقرار او اللي هما يعيشوا حياه طبيعيه. نعم. بس في نقطة كلية الإعلام في جامعة القاهرة كانوا فيها اعتصام قدام كلية الإعلام عشان يتغيروا. أنا كنت خارجة من الجامعة, الدبابات داخلة جوه الجامعة, دخل الجيش دخل فض الاعتصام جوه وضرب الطلبة وضرب أساتذة من الجامعة جوه, والكلام ده كان قدامنا ما كانش قدامنا, هو الضرب كان بالليل بس أنا شفت الدبابات وهي داخلة الجامعة. الكلام ده كان في مارس 2011. حتة إن هو إزاي أنا أسكت الناس وازاي ان انا هقمع صوتهم وازاي لا خلاص كفاية انتوا قمتوا بثورة لا كفاية عليكم كده وأنا أشوف الباقي. حتة مين باع الثورة؟ ما اقدرش احط الطرفين بس هم باعوا الثوره, ما اقدرش برضه اقول الشعب المصري كله باع الثوره. يعني احنا شفنا مثلا الناس اللي نزلت انتخبت في مجلس الشعب كانت قد ايه, ونشوف الناس اللي نزلت انتخبت في مجلس الشورى قد ايه. الناس بعد مجلس الشعب مش عايز اقول جالها احباط, بس الناس كانت فاكره ان مجلس الشعب هو الكفايه او هو الوحيد بس اللي هيقدر يقوم بالدور. اختلفنا او اتفقنا مع مجلس الشورى بس ده دوري برضه, انا المفروض انزل انتخب فيه.
فالناس يعني كم واحد فينا نزل من انتخابات مجلس الشورى؟ ما اظنش ان احنا كلنا نزلنا مجلس الشورى، يعني كلنا نزلنا مجلس الشعب. لا انت انتخبتي الاء الناس اللي انا كنت هنتخبهم، عشان انا مش حابه اقول انتخبت مين، بس يعني ما شفتش اي حد من الناس الكويسه وصلت للمجلس الشعب الا مصطفى النجار. غير كده كل الناس اللي وصلت كانوا كلهم ناس في الاخر باعوا الثوره، وكل ما اتفرج على اي تصوير للمجلس وهما بيجتمعوا الاقي ان كل الناس بتتكلم على حاجات ملهاش اي علاقه باي حاجه. يعني ان احنا مثلا لما كانوا بيتكلموا على الحاجات اللي هم عايزين يعملوها على اساس انه هيبقى فيه الانتخابات الرئاسه اللي جايه قريب، يقول لك انه لما هننتخب الاعلان اللي هيطلع محدش يقدر يشكك فيه. وطبعا انت لما تقول ان انا ما اقدرش اشكك في اللي هيحصل معناه ان انت ناوي تزور. ف يعني هل تشعرون بالخيانه؟ يعني هل تشعرون بان الجميع خانكم وترككم؟ شوفي يعني كل من قال انه يثق في شباب مصر ويعني وخان صوت الشباب انا بعتبره باع الثوره. يعني كل من يعني غفل متعمدا او بيتغافل متعمدا دور طلبه جامعات مصر فهو خائن للثوره لا محال. طلبه جامعات مصر يعني مش عايز احتكر الثوره علينا، بس هم العموم الاعظم يعني من الثوار، هم اللي حركوا الارض، هم اللي كانوا بيتصدروا الخطوط الاماميه قدام جيوش العدلي والمجلس العسكري من بعديها. فمن المؤسف طبعا احنا نوصل لمرحله اللي كلنا طلبه جامعات وكل واحد فينا عنده يعني قصه شخصيه من ممارسات استبداد وذل في جامعته. فمين اللي ورا ده كله يعني؟ معلش مين الكلام ياجد ان احنا عندنا في الجامعه عامه عمداء الكليه او رئيس الجامعه عامه لما بيجي يتعامل بيتعامل من قبل امن الدوله. قبل كده الامن بتاع الجامعه لما كان موجود كان اي اعتصام او اي مظاهره بتقوم كان برده بيستخدم معاه اللي هو قمع برده والعنف وكل الكلام ده. في بس نقطه حبيت ان انت يعني احب اقولها، يعني اللي هو كتتني لما محمد ابو حامد قام في مجلس الشعب بيقول لهم ان هم بيطلقوا فعلا رصاص حي وقنابل مسيله للدموع وجاب له فعلا الدليل معاه في مجلس الشعب. بس يعني هو كتتني بيرد عليه بيقول لا مجلس الشعب ما استخدمش اي حاجه، فده يعتبر تباطؤ، وان ده فعلا يعتبر ان هو الثوره فعلا تمت سرقتها على اتحاد عسكري اخواني سلف. خالد اشعر انكم محبطون، الكل خانكم وباعكم، اين انتم؟ ماذا فعلتم؟ ما نقدرش ننكر ان احنا برضو في جزء يعني احنا ناجحين كثوريين، بس ممكن نكون مش ناجحين قوي برضو في العمليه الديمقراطيه. احنا ركزنا قوي على النشاط الثوري بتاعنا اعتقد، بس ما قدرناش نوصل للناس او نتكلم معاهم بلغاتهم اللي هم محتاجينها. فشلنا ان احنا نبقى كيان برضو منظم واحد زي اخوان المسلمين. احنا فرق وجماعات كتير، حركات كتير، مجموعات شبابيه كتير، بس ما نقدرش ننكر في نفس الوقت ان احنا الشباب هو اللي مكمل مسيره الثوره لغايه النهايه. يعني موقفنا دلوقتي بنحاول نضغط على العسكر، ولو خدنا اي مكاسب حصلت في ظل حكم العسكر هم الشباب هم اللي جايبينها بالضغط على المجلس العسكري بشكل او باخر. لو خدنا مثلا الاضراب او العصيان المدني ده يعني ما نجحش في اغلب القطاعات، القطاع الوحيد اللي نجح فيه هو قطاع المدارس وقطاع الجامعات، كان الاضراب فيه بشكل قوي وانتشرت الدعوه جواه. يعني محمد، اصعب من الثوره الحفاظ عليها، لماذا فشلتم في الحفاظ على الثوره؟ ما هو انا ارجع واقول تاني، فشلنا عشان في جزء كبير حتى من الشباب بنفسهم برضو حط ثقته في ناس ما مش قد الثقه دي، زي المجلس العسكري وزي الاخوان المسلمين. لكن هذه ليست غلطه، يعني هذه كلفتكم ثوره. لان لا الثوره انا مش مثلا يعني هذه ليست غلطه بمعنى غلطه بسيطه، هذه كلفتكم ثوره وكلفتكم وقت. بافتراض ان الثوره الخيانه طول عمرها حاجه 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 كبيره، اللي حصل ده خيانه. يعني مين كان يتخيل ان فصيل الاخوان المسلمين اللي كانوا يعني احنا كنا يعني. انا لحقت اخر 3 ايام في الثوره، كنت بطمن وانا نايم الفجر طول ما الاخوان نايمين معانا جوه الميدان، انا مطمن على نفسي، مطمن على الميدان، مطمنين على البنات اللي كانوا موجودين. مين يصدق الـ بعد المنظر المشرف ده ان دول اول ناس يبعونا عشان مصالحهم الشخصيه؟ احنا نفسنا احنا ما كانش عندنا مشكله اللي هم يحكموا بعد الثوره، وكنا واثقين فيهم. دلوقتي احنا اتخنا. حصل تقصير ما في التواصل مع طبقات الشعب، لكن احنا يعني الوضع دلوقتي الناس كلها شايفه
الشاب ده تبقى مشغول في تأبين زملاته وفي تلقي العزاء كل يوم في ناس أموات وضحايا في مجازر أكتر ما احنا عارفين نفكر في بلدنا أصلا. وهو ده كمان اللي جاب لنا اللي أثر فينا إحنا إن احنا نبني البلد. يعني بلو فعلا في أوقات كتير قوي ما بقدرش أحضر حاجات لأن أنا لا لازم أنزل أقف مع صحابي تحت علشان احنا واقفين عشان احنا بنهتف عشان نزود عددنا. فده أثر فينا يعني حتى موت الناس دي بيأثر فينا غير إن احنا كل واحد فينا والنظام اللي كان قبل كده لسه موجود محدش يقدر يقول ان هو مشي. النظام لسه مؤثر فينا ككل بني ادم ثقافيا في اجتماعي ثقافه ثوريه وثقافه عامه سياسيه مش موجوده عندنا. ما تربناش على التوعيه السياسيه دي حاجات احنا كل واحد دلوقتي مننا هو اللي بيحاول يبنيها لنفسه. نعم انا بس عايز اقول بس نقطه على تشويه الثوره بمعنى يعني الناس اللي سابت الثورة تلات أرباع الناس رجعت وخلاص قالت هنسيبها للإخوان أو للمجلس العسكري. دلوقتي بقى حصل تشويه معناها السياسة بتقع مصر بتتحرق مش عارف إيه الثوار دول هيبهدلوها هيعملوا البلطجية ال ونرجع نشوف السبب لكل ده مش الثورة. يعني سبب مثلا البلطجية اللي طلعوا هل هم الثوار راح فتحوا السجون؟ هل هم اللي طلعوا الناس برا السجون؟ فالفكره كلها في تشويه الثوره. فبقى معظم او يعني طبقه كتيره من الناس بقت حاليا تقول لك ايه يا عم انت عايز توقع البلد عايز تعمل دلوقتي هيحصل استقرار وهيجي مجلس شعب وهيحصل هيحصل وبالذات الناس الكبار. يعني الناس الكبار معظمهم يقول لك احنا مع المجلس العسكري ومش اقول كلهم بس معظمهم مع المجلس العسكري ولا والاستقرار والكلام ده. فده بقول من نقطه التشويه الثوره نفسها. النوعيه الثانيه من الناس اللي بتقول ان الثوره دي بقت حاجه عاديه دول هيقعدوا يهتفوا كده ويفضلوا قاعدين كتير ومش هيعملوا حاجه. بالنسبه للي هما كانوا بيتكلموا فيه ان اكتر حاجه تشويه الثوره وتخوين الشباب احنا اكتر حاجه دلوقتي بنسمعها في الاعلام هما الشباب هما السبب هما الشباب هما اللي عملوا. طب هما مش الشباب برضه هما دولت اللي كانوا نازلين في الثوره؟ يعني سياسه التخوين بقت يعني شغاله في كل حاجه وفي كل اساسات في كل الاعلام حتى ان احنا كنا كلنا محبطين. انا يعني لحد ما مش محبطه لاني لا احنا اللي قمنا يعني الشباب قاموا بالثوره وهيقوموا بالثوره هما هيعمروا البلد. بس المشكله ان لما تلاقي فجاه تلاقي المجتمع كله بقى ضدك هي دي بقى هي دي اللي بتعمل مشكله ساعتها. يعني ايه المجتمع يعني كله مخوني يعني ايه كله يقول لي لا اصل انا عايز اكل عيشي. المشكله ان الثوره اتجهت في اتجاه غريب جدا لدرجه ان الناس ممكن مش هتلاقي لقمه عيشها مش هتلاقي الاكل. في ناس كتير فقدت وظايفها في ناس كتير بقى كل بقت تنام وكل تفكيرها الشغل ازاي تحمي بيتها ازاي تقفل بابها ازاي تلاقي بكره اكلها. طب وهو هيبني البلد ازاي وهو مقتصر كل تفكيره في امني بس يعني طبعا. عايزين تفكير يغير المجتمع. انا بس كنت عايز اضيف على مين السؤال المهم اللي انت سالتيه اللي بيقول مين باع الثوره. احنا ناسيين ان في مجموعات مصالح اقتصاديه موجوده في مصر لن تتخلى بشكل كبير جدا عن اي تغيير في النظام الاقتصادي المصري. عايزين اقتصاد السوق ماشي بنفس الشكل النيو ليبرال اللي هو الليبراليه الجديده اللي احنا كنا ماشيين عليه في عهد جمال مبارك وبطرس غالي ومحمود محي الدين. عايزين نمشي بنفس السياسات الخصخصه تمشي بنفس الاتجاه ناخد قرض من البنك الدولي وما فيش اي حاجه بتتغير. يعني رجال لا مش عايز اعمم اقول كل رجال الاعمال لانك اكيد يعني في ناس كويسه بس في مجموعات مصالح اقتصاديه فعلا هي مش ما عندهاش يعني اي استعداد انها تتنازل عن اي من سلطتها. لو جينا خدنا مثالين حالتين مميزين الحكومه حتى حاولت فيهم حاجه اسمها الضرايب على الارباح الراسماليه. دي كان المفروض ضرايب تتحط على الارباح الراسماليه الناتجه عن المضاربات في البورصه. اعتقدش ان المصريين يعني كانوا بيتعاملوا بمبالغ كبيره عشان يبقوا مضارين من الضريبه دي. الحكومه لا تقدر يعني في النهايه يتم الضغط عليها فهي ما تنفذش الحاجه دي. الضرائب العقاريه احنا عندنا في مصر مشكله كبيره جدا في الاراضي. في تسقيع اراضي في ازمه سكن في ناس بتاخد اراضي بمساحات شاسعه جدا بسعر قليل وبعد كده تسقعها بمعنى ان هي تخليها معاها لمده معينه من الزمن لحد ما سعرها يعلى وبعد كده تبيعها. الضرائب العقاريه كانت المفروض هتخليه يدفع فلوس على الارض اللي هو محتكرها او واخدها دي. برضو ضغط على الحكومه مفيش ضرائب عقاريه تتطبق مع انها في صالح الفئات الاكثر دخل. ضرائب التصاعديه لا والله اصلا من المجموعات الاقتصاديه هي ايضا متواطئه على الثوره. طبعا في ناس من ضمن المجلس العسكري لما بيلاقوا يصرف ده مثلا بيطلع في برنامج ان هو مناهض للمجلس العسكري او غيره او غيره او غيره نوار نجمه اسماء محفوظه عبد الفتاح كل دول بيحاولوهم للتحقيق ان هم ما قالوش حاجه غير الحقيقه لان هو فعلا احنا عندنا الاعلام ما بينقلش حاجه وما حد بينقل حاجه في الاخر بيبقى مسؤوله محاكمات عسكريه ما بتحاول للتحقيق يعني. اتفضلي منى. هو انا كنت عايزه اقول في حاجه كتير قوي غير اللي هم اتكلموا عليها دي وفي حاجات يعني ناس كتير قوي ما تعرفهاش. بس عشان الخص كل الكلام ده عايزه اقول ان في ال30 سنه اللي فاتوا الفساد عامه استشرف
كل منظومة موجودة في البلد، من التعليم الاقتصاد لحاجات كتير قوي. يعني اي حد ماسك منصب في البلد كان بيتعامل بالفساد، حتى المواطن العادي. فعلشان احنا نغير الكلام ده يعني هياخد مننا وقت كبير قوي. من ضمن المنظومات اللي فيها الفساد الاعلام، الناس اللي احنا بنلومها ان هي باعت الثورة كان ذنبها الوحيد ان هي كانت بتشوف الحاجات دي كلها، الاحداث دي كلها من البيت، من عن طريق الاعلام بس الفاسد اللي هو ما بينقلش الحقيقة، اللي هو بيعمل فتنة بين الناس اللي في الشارع وبين الناس اللي هي بتشوف الكلام ده كله عن طريق التلفزيون. فعمل فتنة بقى في ناس كتير قوي شايفة حاجة عكس اللي بيحصل، فهو ده اللي خلى فيه يعني مشكلة يعني. فاحنا محتاجين خلاص. تصف صحيفة الجارديان الفرنسية مصر بعد الثورة بأنها بلد ممزق بين الدولة البوليسية المتربصة والإسلاميين الواعين سياسيا وثوار المتلهفين، وما زال هناك الكثير المراد لتحقيقه بعد. ماذا تريدون بعد؟ ماذا تريدون أن تحققوا الآن؟ ممكن أبدأ أنا يعني؟ تفضل. ما نريده هو ما أردناه يعني في 18 يوم من بداية التحرير. ما نريده هو إحساس بوطن حمينة، إحساس بوطن في أمان، كل واحد فينا مطمن على مستقبله ومستقبل ولاده فيه. مطالب بسيطة جدا، احنا اللي عايزينه باختصار شديد مش رفاهية، أساسيات حياة، تعليم، صحة، أسعار منخفضة، أمان. عشان كده لما احنا بنتكلم معظم الحاجات دي تحقيقها ما كانش مستاهل ابدا فتره كبيره، واحنا النهارده بنتكلم في اكتر من يعني من سنه من بدايه الثوره ولسه ما فيش حاجه منها اتحققت. فانا بعتبر ان احنا ما عملناش ثوره، احنا يعني احنا لازم نبدا ثوره من اول وجديد. اللي مطلوب لا يتعدى الطموح اي مصري احتياجات الحياه بسيطه جدا جدا، وممكن حد يستغرب ده احنا بنضحي بارواح لحد النهارده وبنموت وبننزل وبنعمل كل ده عشان كل ده عشان كده، عشان المصري عاش محروم من حقوقه مش من رفاهيات. المصري محروم من حقوقه، المصري مش لاقي ياكل، مش عارف يعيش، مش عارف يعلم، مش عارف يتعالج. اتفضل يا الو. انا بس كنت عايزه اضيف انه المشكله كلها مش في ان احنا يكون عندنا يعني تعليم، احنا عندنا تعليم بس احنا ما عندناش عداله اجتماعيه، وما فيش يعني لازم يكون في اعاده ثوره الدوله، لانه في مشكله عندنا دلوقتي. يعني مثلا لما حصل عندنا انه في يعني سقوط في البورصه ومش عارفه ايه، والدوله الماليه بتاعتها باظت، اول حاجه طلعوا بيها المجلس قالوا ايه، هناخد من الميزانيه بتاعه التعليم. يعني هم اصلا الناس ديت ما بتاخدش كتير اصلا علشان تاخدوا منها، بس انهم طبعا ايه، نسيب بقى الناس اللي معاها بالملايين دول طبعا ما يدفعوش، لازم اللي يدفع الصغير اللي معوش اصلا 2000 جنيه بيكفوه الاسبوع، وده اللي هناخد منه. فهي دي المشكله، ان احنا عندنا ما فيش حتى احساس بالضمير، وطبعا دايما لازم الصغير هو اللي دايما بيدفع الثمن للثوره، دايما الكبار هم اللي قاعدين ويقولوا لك اصل احنا بنحمي اقتصاد الدوله، بنحمي اقتصاد الدوله. ومين طيب مين اللي بيعاني من اقتصاد الدولة غير الناس الجشعة اللي بيكونوا عندهم بالملايين؟ الصغير ما بيعانيش من اقتصاد الدولة الواقع، بس احنا طبعا علشان عندنا الاعلام طبعا لازم يشوش الموضوع، وطبعا دايما لازم يبينوها وكأن كل الناس بتعاني من الاقتصاد، لكن دي مش الحقيقة. فلازم يكون في عدالة اجتماعية. بالنسبة لتعليق الجارديان، الصور المتلهفين، احنا متلهفين على ايه؟ هما يعني صور مش متلهفين على حاجة، هو كل اللي احنا بنعمله ان هم كانوا عايزين احنا كلنا ورانا دراستنا وكلنا ورانا اشغالنا، والثورة خلصت كلنا بنشوف اللي ورانا يعني، واحنا مش عايزين منصب سياسي ومش عايزين حاجة، وكلنا عايزين ان احنا نعيش بكرامتنا. يعني كنا نتعلم كويس، احنا اغلبيتنا كلنا عربي خلاص تعليم، بس طب وبعدين؟ يعني انا عايزة اعيش حياتي كريمة، انا مش عايزه اقعد وانا قاعده خايفه مثلا حد يدخل عليا ويقول لي انت فكرتي ليه، انت كتبتي ليه، انت عملتي ايه. احنا مش عايزين كده. وثانيا يعني حته ان احنا عايزين ايه، احنا عايزين حاجات كتير، بس المشكله ان احنا النظام اللي فاسد، النظام اللي قبل كده وقعنا في غلطات كتيره واحنا ماشيين فيها. حته ان هم قالها هدي للثوار رواتب ومنح شهريه، ده دخلنا في منعطف غريب. يعني هم اساسا اللي نزلوا وماتوا ما كانواش عايزين حاجه، ما كانواش عايزين فلوس، ما كانواش عايزين مناصب، ما كانواش عايزين شغل، هم نزلوا وماتوا وخلاص عشان البلد تتقدم. احنا كل اللي بنعمله دلوقتي ان احنا عايزين نجيب حقهم، بس نقعد نجيب حقهم وننسى بقى كل اللي حاجه. انا ممكن اقعد اجيب حقهم 20 سنه وما اعملش حاجه. غير كده
احنا كل يعني احنا كلنا تخيلي مثلا اللي حصل في مش عايز اقول 30 سنه فساد، احنا بقى اكتر من 30 سنه فساد، وخرج ناس بعقول عملت الثوره. يعني في ناس مش عايز اقول ايادي خارجيه يعني والكلام اللي بيتقال، لا بس في ناس مش عايزه البلد تقوم. يعني لما تخيلي مين انا بصي مش عايز اسمي حاجه لان بيقولوا له والخفي والايد الثالثه يعني باختصار يعني كل من الثوره هتخسره فلوس، هتخسره جاه، هتخسره سلطه كانت في ايده، اي حد ثوره هتيجي على هتسبب له. النقطه اللي انا عايزه اوصلها ان في فساد في ناس طلعت وناس بتفكر ودينا قاعدين وشايفه اللي اقوله قدامك وناس عملت ثوره. تخيلي بجد لو البلد دي متقدمه اللي هيحصل فيها. لكن للتوضيح فقط، الجارديان تقصد الجارديان ان الاسلاميين واعين سياسيا ولديهم برنامج عمل، بينما الثوار فقط متلهفون يعني من دون برنامج واضح، من دون خطه للمستقبل. هل توافقون على الفرق بين الاخوان والثوار الباقون؟ هو الفكره كلها ابسط من كده، هم مش واعيين سياسيا ولا اي حاجه من دي خالص. هم معهم اقوى سلاح اللي مش معانا ومش مع الشباب او مش مع اي حاجه من القوى الثوريه، اللي هي الدين، استخدام الدين واستغلال الدين والكلام والضحك على الناس باسم الدين بس. فهو الفكره كلها هو ما فيش وعي سياسي، هم لا اذكياء سياسيا ولا عبقره ولا اي حاجه خالص. نعم السلاحين او ماشي باش اقول السلاح الثاني يعني، بس السلاح الاساسي هو الدين. تفضل يا مي. انه حتى لو احنا مش مثقفين او في منا كتير مش مثقفين سياسيا، بس احنا عارفين يعني كل واحد محتاج الحاجات الاساسيه اللي محتاجها. انا مثلا مش عايزه لما اجيب ولادي يجوا يعيشوا ويشوفوا اللي انا شفته ويتعبوا عشان الحاجات دي، فهي حاجات اساسيه حتى لو انا مش مثقفه سياسيا، بس انا عندي احساس ان هو ده اللي احنا محتاجينه كبدايات تاسيسيه. هلا لديك تعليق؟ بالنسبه ما ينفعش اقارن الشباب او الثوار بالاخوان، ما هم الاخوان برضو فيهم ثوار، بس الاخوان جماعه بقى لها 30 سنه شغاله في السياسه، بتنقل خبرات لبعض عكس الشباب. يعني احنا الشباب نادرا لما بنقعد نتكلم مع بعض، بس ما فيش تناقل خبرات ما بيننا زي الاخوان. ما فيش وعي سياسي زي الاخوان. الاخوان عندهم فكر، وده انا حاجه بحترمها فيهم جدا، يعني ان هم يعني مثلا ايه في انتخابات مجلس الشعب كانوا بيجيبوا النواب بتوعهم قبل الثوره، كانوا بيقعدوهم يحفظوهم اللائحه ويمتحنوا فيهم عشان يبقى ليهم صوت وواثقين من نفسهم وعارفين هم بيقولوا ايه. احنا ما عندناش المشكله دي، حته التنظيم هم فعلا الاخوان ناجحين فيها جدا. احنا مشكلتنا احنا يمكن عدم التنظيم، ان هو كل واحد بيطلع وبيتكلم وكده، بس حتة الشباب فعلا ناقصهم التنظيم. نعم انا كنت عايز بس اقول حاجه، هم يعني الثوار مش فصيل منفصل كده لازم يعني يكونوا ممارسين سياسه. الثوار هم شعب بكامل قاعده جماهيريه، هم زيهم زي اي بلد في العالم، يعني ناس كتير وشباب وكبار وبنات وشيوخ، وفيهم في وسطهم اللي دارس سياسه ولا فاهم سياسه، ده اللي ممكن يمارس سياسه. لكن يعني مش لازم الثوار مطلوب منهم ممارسه سياسيه. الثوار انا دورهم الحقيقي في الشارع ان هم يحركوا الشارع، يحركوا البلد، يبقوا وقود زي ما بيقولوا. لكن يعني احنا هنطلب من شعب مصر كله ان يبقى فاهم سياسه؟ ده مش منطقي. يعني الثوار عددهم مش قليل، الثوار دول قاعده كبيره جدا، احتياجهم في الشارع احتياجهم في الاحزاب، دي وجهه نظري. يعني انا النهارده بتسال كتير ليه الثوار ما فكروش يعملوا او شباب الثوار ما فكروش يعملوا حزب سياسي. دايما انا شايف من وجهه نظري ان فكره حزب سياسي مش وارده. احنا لولا وجود الثوار في الشارع واللي هم ما مارسوش سياسه في السنه والنص اللي فاتوا كنا خسرنا اكتر ما احنا خسرناه. يعني احنا يا دوب يعني امل الثوره لسه في ايدينا لحد ما بسبب وجود الثوار في الشارع. طيب قبل الانتقال الى موضوع اخر، هل يريد احد تعليق على هذا الموضوع؟ هناك مخاوف حقيقيه بحسب العديد من المصريين من الشباب المصري من تضييق الحريات من قبل القوى الاسلاميه. هل تخافون القوى الاسلاميه؟ هل تخافون على الحريات العامه؟ هو يمكن الناس الوحيده اللي ممكن يتخاف منها هم السلفيين. اما من ناحيه الاخوان المسلمين فانا مش شايف ان هم ممكن ينتهكوا اي حاجه يعني من ناحيه على القليله من الستات وكده، وانه هيقعدونا في البيت ويحجبونا والكلام ده، انا مش شايفه ان دي ممكن يبقى يتخاف منها من ناحيه الاخوان المسلمين. اتفضلي منى. يمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن يتخاف منهم فيها سياساتهم يعني في الاقتصاد، دي اللي ممكن تكون دي مشكله، يعني ممكن هيغيروا حاجات كتيره فيها، بس من ناحيه اجتماعيه ما اظنش انهم هيعملوا حاجات كتيره. نعم في بعض مرشحين للرئاسه
يعني اتجاههم اسلامي يعني بدون ذكر اسماء، هم عايزين يعني ضد الحريات العامه بالنسبه للمراه يعني، وعايزين يفرضوا مثلا اللي هم القواعد الاسلاميه على المراه المسلمه والمراه المسيحيه برضو، ومش مراعين اي حق لاخواتنا المسيحيين. وكمان بالنسبه للمسلمين الستات او سواء يعني الناس عامه، عايزين يطبقوا عليهم قواعد، واللي هو يعني من الاخر يعني عايزين يقولوا ايه، ان هم هيمشوا عليهم القواعد دي، ومفيش حاجه اسمها حريات شخصيه، لا يعني كلمه حريه شخصيه دي هيلغوها تماما. فلو الناس دي وصلت للحكم فعلا، واحد زي مثلا انا مش عايزه اقول اسمه، بس هو يعني لو الناس دي وصلت وبقت واحد لو بقى رئيس جمهوريه مثلا، فده يعني دي حاجه تخوف يعني. لو حاجه زي كده حصلت في مصر، مش هيبقى فيه حريه لا للمسلمين ولا للمسيحيين، ومش هيبقى فيه، هيحصل فتنه في مصر. خالد، هل تخاف من وصول رئيس سلفي لحكم مصر؟ لا، السبب واضح. انا الناس اللي نزلت التحرير يعني في الاول الثوره، ما اعتقدش انها تتنازل عن اي شيء يخص حرياتها، سواء حريه سياسيه حريه عامه. انا عن نفسي لو حد جه يكلمني في حريتي الشخصيه هبقى عنيف، وعنيف جدا، وهيكتشف ان الموضوع ده هيولد عنف اكبر ما هيقدروا يطبقوه. فهم يعني قدرتهم، حتى لو هم عايزين قدرتهم على تطبيقه، انا شايفها شبه مستحيل. لا بس في ناس مؤيدين كبيره جدا لحد النهارده، في مؤيدين كتير جدا للرئيس السلفي يعني المحتمل للرئاسه. معاكي، بس تعالى ناخد حاجه، بس تعالى في بعض جهل سياسي موجود، هو لسه بيأثر على الناس، بيتوجهوا للاتجاه الديني لان هم مش عارفين. لا بس اعتقد ان هو بيتجه للاتجاه الديني لسبب تاني، عشان يحصل له حياته الاقتصاديه. بيجي يقول لك ايه، والله دول ناس بتوع ربنا مش هيسرقونا، دول ناس بتوع ربنا هيشتغلوا. يعني هو بيفكر ان هو الدين هيجيب ان الناس دي اقتصاديا هتبقى ادائها كويس، او مش هيسرقوه، مش هيبقى فيه فساد، لان الفساد عندنا مستشري. هو اكتر حاجه ناس بتتكلم عليها في الموضوع ده، يقول لك لا مش هيبقى فيه فساد في عهد الناس دي. لكن لو جينا خدنا كده مثلا عدد، لو مش قصدي ان ده ليه اسقاط سياسي ولا لا، بس لو خدنا عدد الدهون وعدد المنقبات، عددهم كتير، الاغلبيه لا، دول مش الاغلبيه في المجتمع. فبالطبيعي مش هيقدروا يعني المجموعه دي مش هيقدروا يفرضوا على الاغلبيه عادات اجتماعيه او اوضاع اجتماعيه غير مقبوله. ممكن ياثروا في اتجاه، يزقوا في اتجاه معين، يخلوا الامور تمشي في اتجاه معين، تشريعات ما بتمش يعني، يوقفوا حاجات، بس ان هم يفرضوا نمط حياه او نمط اجتماعي على المجتمع المصري، انا شايف ان ده مستحيل. هو يعني انا عندي تعقيب مختلف شويه عن وجهه نظركم. وانا شايف اصلا ان حضرتك مفيش حد يعني مرشح محتمل الرئاسة ممثل التيار السلفي، أو بالأخص حسن صلاح أبو إسماعيل، طرح فكرة أصلا كتب حرية. يعني أنا شايف إن إحنا بس المعركة رايحة في اتجاه خوف زيادة. أنا مش خايف، أنا بقول مش خايف. إحنا وثقنا في ناس وخانونا. أنا طبعا ما وثقتش في المجلس العسكري زي مصر كلها وثقت فيهم، ماشي، بس اللي أنا بقوله أنا يعني مش خايف. عشان لماذا خايف لن يخونكم الإخوان المسلمون مرة جديدة؟ او السلفيين لماذا لم يخونوا؟ لا انا بتكلم على شخص محدد. اخوان المسلمين طبعا يغلب التطبع، هم في ذات عمرهم كده. لكن انا ضد فكره ان احنا نسبق بان فلان الفلاني هيطرح او 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 طرحه حاليا على الساحه انه كبت حريات كبت حريات. ده مش واضح يعني. انا اسمع رايي ايه، انا اتمنى يبقى الحكم يعني نعم. انا ممكن اخاف من مرشح سلفي في ممارسات سياسيه، في ممارسات اقتصاديه، وابدا اقيمه على ده، وابدا يعني ارسم صورته في مخيلتي عن بناء على ده. لكن كبت حريات انا شايف ده حاجه مش مطروحه بالمره يعني. أيه، في ايدينا احنا. ماذا تقولين؟ المشكله هو يمكن في الاختلاف هنا، حزم صلاح ابو اسماعيل او غيره، المشكله هنا في تعريف الحريات العامه عند الشخص. هو للاسف ما عندناش او كلنا ما نتفقش على مبدا واحد او تعريف واحد للحريات الشخصيه او الحريات العامه. في ناس كتير يقول لك لا دي حريه شخصيه، وفي ناس يقول لك لا دي مش حريه شخصيه دي حريه عامه. المشكله ان احنا لازم الاول نحط مصطلح للحريات الشخصيه والحريات العامه وما نتعدهوش. لما جت الوثيقه والمبادئ الفوق الدستوريه المفروض نتفق الاول على حاجات انا مش معاها او ضدها، بس المشكله ان في خطوط حمراء نتفق ان احنا ما نعديهاش. حته الرئيس سلفي رئيس اخواني او عموما، المشكله ان هو انا السياسه دي لعبه، انا ما بحبش ادخل الدين فيها. اوكي انا احب الدين يحكمني، انا عايزه الدين احكم بالدين في الاقتصاد وكل حاجه، بس السياسه لعبه. ما هو يا اما نخسر السياسه يا اما نخسر دين، هو حاجه من الاثنين، فما ينفعش اخلط الاوراق ببعض خالص. نعم، لا اولا هي الدوله اساسا
بنطالب بيها مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه. فكده ولا كده الدستور بتاعنا اصلا فرنسي احنا لما خدنا منه طبقنا فيه حاجات الشريعه الاسلاميه عندنا. ثانيا انا حابه اقول ان احنا اصلا مش خايفين من اي رئيس هيجي بعد كده، لان الشعب المصري اتعلم يقول لا، اتعلم بعد كده ان كرامته مش هتتهدر تاني. ميدان التحرير موجود وصوره موجودين، في حاجه في اي حاجه هيتداس عليها تاني من كرامه المواطن المصري ميدان التحرير مش بعيد عنه. نعم مهند. بس انا كنت هقول نفس النقطه اللي هي بالظبط، ان الرئيس اللي هيجي جديد هيبقى شاف اللي حصل قبل كده، هو مش جاي من حته بره، هو شاف اللي حصل، هيكون عبره لمن يحصل، وعارف ان لو عمل حاجه غلط الناس مش هتسكت. بس انت لو عندك قانون بيقبع حريتك او بيقبع رايك او بيكتم صوتك، ما انت اوريدي مش هتعرف تقول صوتك. انا بس عايز اقول هو يعني لو جه بطريقه فيها يعني مش عايز اقول ايه زي ايه يعني، هو لو الناس انتخبوه، لو اغلبيه الناس انتخبوه خلاص دي الاغلبيه يعني. حتى لو انا مثلا مش عايزه يجي، خلاص هو جه هو هيحكم بطريقه ممكن تكون انا ما اتفقش معاها، بس اغلبيه الناس اللي انتخبوه هذه الديمقراطيه، ايا كان حكم ديمقراطي، ده اللي كنت عايز اوصله. ايا كان انتخبوش، ايا كان انتخبوه على اي اساس، انا نفسي من دلوقتي نكسر حاجز الخوف شويه من المرشح الاسلامي، عشان ان كيس الراجل ده وصل للرئاسه خوفنا ممكن ما يساعدوش انه يعمل حاجات كانت هتبقى حلوه لينا. دي فكره كلها يعني، بس مش عايزين نفضل خايفين منه الخوف ده يعجزه. احنا بنتكلم في المجهول، ماشي يعني 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 فالخوف غير مبرر يعني. حارب في الاتجاه اللي انت عايز تحاربه وتحارب فيه مع مرشح اللي انت عايز تسنده في كل حاجه، بس يعني الخوف ما يخليناش نوصل لمرحله اللي احنا يعني نحكم عليه، عشان هو بس يبقى في جاب. انا ما قلتلكش ان كل الاسلاميين خونه او كل الاسلاميين هيقمعوا الحريات. انا بقول ان في اتجاه موجود منهم، وده حقيقي وده موجود، مش متحضر او ما عندوش القابليه انه يقبل اختلافي انا وانت، يبقى في الاختلافات ما بين. بس ايا كان انا بشوف ان هو في النهايه، عشان اللي انا قلت لك من شويه، ان هو مش هيقدر يقمع حريتي. دي حاجه فاينل، لان احنا موجودين وفي الشارع، ويوم ما هي يقمعها هيلاقي رد عنيف من الناس. لكن الخوف الاهم بالنسبه لي من ان الاسلاميين يحكموا مش خوف اجتماعي، هو خوف اقتصادي. ازاي؟ ان الناس دي ايه سياساتها الاقتصاديه؟ ما فيش حاجه، احنا غيرنا بس امان لجنه السياسات في سياساتها الاقتصاديه في مكتب الارشاد. السياسات الاقتصاديه هي نفس السياسات بتاعه مبارك الليبراليه والسياسات الليبراليه، اللي في النهايه هيبقى نسبه الفقر عندنا زي ما هي، التعليم زي ما هو، حكمت على اساس على افكارهم. تعالوا نجيب كده البرنامج الاقتصادي بتاع الحزب بتاع الاخوان المسلمين، ما فيهوش اي حاجه مختلفه عن اللي بيقوله الحزب الوطني. انا كنت بتكلم عن الاخوان، كانت الاخوان ماشي. السلفيين يقول لك برضو نفس الافكار. الـ الـ يعني السلفيين والاخوان تقريبا مش مختلفين حتى في افكارهم الـ 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 الاقتصاديه، يعني السوق الحر اللي مفيش تدخل من الدوله، الكلام ده كله. فانا خوفي بالنسبه لي من الاسلاميين هو خوف اقتصادي، ان هل الناس دي بجد فعلا هتعمل اي تنميه اقتصاديه ولا لا. انت تخافين من الاسلاميين اقتصاديا ام اجتماعيا؟ على ماذا تخافين من الاقتصاديين؟ لا انا يعني انا الحاجه اللي ممكن لنسمع على النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان احنا عندنا الاشتراكيه، ان احنا بننادي باهم حاجه عداله اجتماعيه. عداله اجتماعيه يعني ايه؟ في 30 سنه بتاع حسني مبارك كان في حاجه اسمها راس ماليه الاحتكاريه، اللي كان الشعب كان طبقتين، يا فوق قوي يا تحت قوي، كان يضحك عليك ويقول لك ان احنا طبقه متوسطه. كان في 20% دول اللي هم معاهم كل شيء. كان في 80%، احنا عندنا هنا في مصر احنا حوالي 80% تحت خط الفقر. احنا مش مستنيين اللي يجي تاني يبقى فيه برضو تاني راس مالية احتكارية. احنا عايزين الملكية العامة للشعب، ان الثورة كلها تتوزع علينا كلنا، ان يبقى فيه من حق ان انا اتعلم كويس، ان انا اتعلم كويس، ان انا يبقى ليه سكن ادمي كويس. ده اللي احنا بنناديه. هل يريد احد ان يعلق؟ قولي النقطة اللي كنت بتقوليها من شوية، اللي كنت بتقولي اسلاميين. طب ننتقل الى انه على لفظ اسلاميين، حتى ما هو اعتراضك على لفظ اسلامي؟ لا لفظ اسلامي احنا عمرنا ما كنا بنقول اسلاميين، او انه لفظ عامه ما كانش يستخدم. فاحنا دلوقتي التصنيفات اللي ماشي موجوده هو سلفيين واخوان، ماشي، كتصنيفات حزبيه لا تصنف بنيه اسلاميه. اصل انا باخدها اجمالا، هو اغلب الادبيات بتاعه التيارات السياسيه المؤمنه بالاسلام السياسي او كده بتؤمن باقتصاد السوق الحر اغلبيتها. في ناس مختلفه. انا 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 اعذرني يعني هعترض معاك اعتراض جذري، يعني احنا مش عايز اتعمق في نقطه الدين، بس الاقتصاد الاسلامي لو كان الاقتصاد الاسلامي هو في الواقع اصلا اقتصاد اشتراكي، يعني ما انسى. بعيدا عن الاقتصاد، يقول المراقبون ان مصر تحتاج الى نحو 10 أعوام حتى يستقر بها نظام ديمقراطي يفتح الباب الى عصر جديد تشرق فيه شمس الحريه والعداله والمساواه بين الجميع. انتم بحاجه الى 10 سنوات لتبنوا بلد جديد؟ معلش بس انا احب اضيف حاجه قبل معلش ما نتنقل بس السؤال ده، احب اقول لك على حاجه، ان في حد ممكن يخاف من الاخوان المسلمين الاقباط، لان المجتمع فيه مسلمين ومسيحيين. احنا ما ننساش ان هم كانوا موجودين فيه مسيحيين قبل كده، فيعني يا ريت يعني نراعي ان في مسيحيين في المجتمع يعني، وخصوصا الاخوان المسلمين والحجاب ومش الحجاب وحورات كده.
أجيبينا على سؤالي، أنتم بحاجة إلى 10 سنوات لبناء دولة جديدة في مصر أو أكثر أو أقل؟ يعني أنا وجهة نظري أدوا الثقة في الشباب، هنحتاج اليوم واحد مش 10 سنين يوم واحد بس هنتحرك. يدوا الثقة للشباب بس، هي دي القصة كلها، يخلونا نعمل حاجة يوم كل حاجة تظبط. نعم ألاء تفضل. بس مشكلة مش في انه يعني احنا لو مشينا بنفس المسير اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي، لا مش هناخد بس 10 سنين، هتبقى 20-30 سنة عبارة من غير اي حاجة، لانه النظام يعني الموجود حاليا مش عايزين يغيروا حاجة، فطبعا حيمطلوا على قد ما يمكن علشان يفضلوا يستفيدوا ويستنزفوا من النظام الموجود دلوقتي، يستنزفوا منه على قد ما يقدروا. فلو حصل تغيير لا بالتاكيد ممكن نغير بشكل اسرع، بس هي المشكله في انه احنا لازم الاول نغير النظام. لو التغيير حصل فعلا تغيير حقيقي مش تغيير سطحي، لانه انا شايف اللي حصل كل اللي حصل قبل كده كل ده تغيير سطحي، ما حصلش حاجه ايه، غيرنا حزب وطني بقى حزب اخوان، بس الحاجات الحقيقيه المبادئ الاساسيه ما فيش حاجه اتغيرت. انا عايز بس اؤكد عليه نقطه حاجه، ان هو 10 سنين 20 سنة المشكلة هنبدأ منين؟ يعني لغاية دلوقتي إن إحنا ما بدأناش نبني البلد، إحنا كل ده لسه عاملين مشغولين بالثورة وأحداث الثورة، بدأنا منين؟ إحنا لسه ما بدأناش، إحنا ممكن أقل من 10 سنين وممكن أكتر، بس المشكلة هنبتدي منين؟ كوريا مثلا قامت في 7 سنين، عندنا نماذج لبلاد إسلامية زي إندونيسيا وماليزيا، البلاد دي قامت بسرعة بس عشان بدأت وبدأت تشتغل، إحنا المشكلة إن إحنا هنبدأ منين؟ إيه الأساس اللي هنبتدي عليه؟ ما هنتفق على إيه نبتدي عليه؟ ما يقتصرش على الاقتصاديين بس، المشكله ان احنا عايزين مشروع قومي نبتدي نشتغل فيه كلنا، حتى لو مش مشروع قومي، لو كل لو احنا بقى يعني الجمله اللي بنقولها من سنين، لو كل واحد ابتدى بنفسه انه ما يرميش حته العصير اللي بيشربه في الارض البلد هتقوم. الفكره ان احنا كل واحد مننا هو اللي هيبني البلد كلها، ولو هنحتاج 10 سنين عشان البلد تقوم وتقوم صح، كل اللي قاموا بالثورة محدش قام بالثورة عشان نفسه في الاخر، يعني احنا عايزين بقوانين حتى يغيروا ما بانفسهم، يعني احنا عمرنا ما هنغير البلد. طب متى تبدأون هذه المسيرة؟ احنا بادئين دلوقتي، احنا يعني ما اعتقدش ان الشباب مقصر او ساكت في اي وضع من الاوضاع اللي بيشوفها غلط، بيتحرك بيعمل اعتصامات، بيعمل عصيان مدني، بيعمل اللي يقدر عليه بمعنى اصح عشان يزق الراي العام في اتجاه معين او في اتجاه هو شايفه صح. وانا شايف ان احنا مش هنحتاج 10 سنين، احنا يعني ان شاء الله بجهد الناس، يعني زي الناس اللي بتعتصم في UC في GC في الجامعه الالمانيه، في كل واحد بيشتغل داخل المؤسسه، يعني ان كل مؤسسه دلوقتي بقى فيها نعم فيها تيار ضد الثوره بس فيها تيار مع الثوره وتيار بيحاول، وانا شايف التيار ده في النهايه هو اللي هينتصر، ومش فتره كبيره. الناس دلوقتي ابتدت تتخانق من حكم العسكر، الناس دلوقتي الراجل البسيط اللي انتخب الاخوان والراجل المتعلم انتخب الاخوان زيك كده ابتدى يقول انا انتخابي كان غلط، ايا كان حكمي على الاخوان ايه، ايا كان حكمي عليهم ايه، بس في النهايه الناس ابتدت يعني تاخد بقى الانيشيتيف، يعني تاخد زمام المبادره بايديها. يعني لديكم امل؟ طبعا لدينا امل، ومش بس يعني يعني اصل هو الامل عندي مرتبط بانهاء حكم العسكر فورا، انا رابط ده مسيره التنميه والاصلاح مش هتبدا غير بانهاء حكم العسكر فورا، فانا مش هتخلى عن ده، حتى راح يكلفني يعني عنف ولا بوضوح يعني. فأتمنى يعني المجلس العسكري يعني يتنازل فورا، معلش عشان بس هو ما يتفهمش غلط، هو العنف غالبا هيبقى عنف يعني مضاد، يعني عنف مقابل عنف ابتدى من ناحيه العسكر يعني لكن بدايه مش عندنا احنا، من مش عنف احنا طول عمرنا بنقول سلمية. بس يعني محمد في دراسه لمنظمه الهجره الدوليه في الشرق الاوسط تقول ان عينه من 750 شاب من مختلف انحاء مصر اظهرت ان 15% من الشباب يدفعهم الوضع الحالي الى الهجره. هل تفكر بالهجرة؟ لا طبعا خالص يعني لماذا يفكر شباب مثلك في مصر بالهجرة بعد الثورة؟ نعم ماشي. لماذا يفكر شباب مثلك في مصر بعد الثورة بالهجرة؟ كل الفكرة ان هو ممكن يبقى الشباب ده نفسه قصير، هو مش عايز ينط خطوة على طول، مش عايز يقعد هنا يكمل في الثورة ويتعب ويكافح ضد الظلم والفساد، كملش السداد يعني. بالضبط بس يعني نعم. هنا بالنسبة للناس اللي هي بتهاجر، أكتر الناس بتهاجر في مصر اللي هي مش لاقية دخل خالص، ناس تحت خط الفقر، فهي بتهاجر ليه؟ هي معتقدة إن هي لما تمشي برا مصر هتعيش حياة أحسن وكده، وفعلا لما في ناس مثلا في عشوائيات، انا شفت نفس الكلام ده لما نزلت هناك. وبعدين يعني الناس اللي موجوده في العشوائيات دي لما بتسافر، في ناس يعني بتعرف تسافر
وبتسافر بطرق طبعا غير شرعيه يعني مش اللي هي. لكن الاحصاء يقول من مختلف انحاء مصر يعني ليست طبقه واحده، بس معظمها بيبقى من مناطق فقيره، مناطق عشوائيه، ناس مش لاقيه تاكل اصلا، ما عندهاش سكن. فاللي بيحصل ان في ناس منها بتنجو وبتعرف ان هي فعلا تتعدي بسلام وبتوصل مثلا لحته تانية، وفي ناس لا. وفي ناس لا. فاللي بيحصل ان الناس اللي بتسافر دي وبترجع بيبقى في فرق كبير بينهم. الناس بقى اللي بترجع من السفر بتكون معها فلوس، في فرق بينها وبين الناس اللي هي ما سافرتش. فهم بالنسبه لهم السفر ده حلم وحاجه يعني بالنسبه لهم يعني هيحقق لهم دخل كبير. لا ده في ناس في مناطق في مصر عشوائيات نسبه الهجره الغير شرعيه فيها عاليه جدا. فاللي عايزه اقوله ان الناس اللي بتبقى عايزه تهاجر معظمها عشان بيبقى الدخل الاقتصادي قليل، عشان حاجات زي كده. لكن هم لو عليهم يفضلوا قاعدين. يعني احنا عملنا تجارب ان هم لو جبنا لهم دخل هيقعدوا، فهم مشكلتهم بس في الدخل. لكن هم لو عليهم يفضلوا قاعدين في مصر. طب اي هل اخفاقات الثوره تدفع الشباب المصري الى الهجره؟ انا عايزه بس اقول اوضح حاجه في الهجره قبل الثوره وبعد الثوره. هو يمكن الهجره قبل الثوره هي وضحتها، بس الهجره بعد الثوره انا شفت فئه معينه من اللي بتهاجر بعد الثوره هي كانت بتهاجر خوف، وللاسف خوف من الاسلاميين، واللي هو ده كان بيقولوا ان ما ينفعش نخاف، وللاسف هم كانوا اقباط. خوف من الاسلاميين عم بيقولوا؟ ايوه هم كانوا اقباط. يعني عشان اوضح رايي، وحتى لما كنت بتكلم معاهم بقول لهم لا دي بلدكم المفروض تتمسكوا بحقكم، قال خلاص هم الاسلاميين هيمسكوا واحنا هنمشي ونسيب البلد. هم للاسف كانوا خايفين، وده اللي برجع اقول ما ينفعش نخاف من الاسلاميين. احنا كلنا مسلمين، احنا المشكله ان احنا بنوصف دلوقتي ان الاسلاميين لا الاخوان او السلفيين، بس انا ما ينفعش او معلش عايز اقول لك على حاجه ثانيه. الاقباط هم مصريين مش مسيحيين، ايا كان اللي موجوده في مصر. عشان نسمع اللي موجودين في مصر، انا ليا اصدقائي واكتر اصدقائي مسيحيين، وبالعكس في ناس منهم كتير جدا مبسوطين ان في اخوانا هيمسكوا او حاجه، لان عارفين ان الاسلام يعني مش ضد اي ديانه وهيكفوا حرياتهم. في مثقفين مسيحيين كتير بيبقوا فاهمين الاسلام هيعمل ايه، وفاهمين لو ده اتطبق صح هيودي البلد فين. هي الفكره في تطبيق الحاجه مش اكتر. الكلام اللي انت قلتيه كده ايا كان الفصل بين الاثنين انا متفق كلنا اقباط وكلنا مصريين. بس انا بتكلم عن هم كانوا اتنين دولت اللي اتكلمت معاهم، انا ما بحصرش حتى فئه الاقباط عموما، بتكلم على اتنين دولت اللي كان الكلام معاهم يعني، وكانوا كلامهم بصريح. هو قال كان بيقول ايه، بيقول انا خلاص انا حضر باسبوري ومش. طب ليه هو كده يعني؟ هو انا خلاص هو كان خايف مش اكتر. وده بكلمك على اتنين مش انا ما حصرتش عدد، انا بكلمك على وجهه نظر اتنين بس ما اقدرش اقول ان هم مش في المجتمع. دي نقطه. ثانيا بس الاخفاقات الثوره للاسف في مشاريع، وبدون ذكر اسماء، في مشروع مثلا زي مشروع جامعه زويل، للاسف انا من كام يوم سمعت في الاعلام الناس بتهاجمها وتقول لا ده ما ينفعش، وهو جاي يعمل ايه في البلد. حته ان هو ان ايه حتى في البناء في ناس لا شغاله وبتهدم، والمشكله ان احنا مش باصين عليهم. وما هنستنى اما مشروع عموما يعني عشان ما ندخلش في موضوع مشاريع جامعه زويل. هو لا مش بتكلم عليه يعني، مش بتكلم عليه بس بشكل عام. بشكل عام بشكل عام مش شرط الثوره بشكل عام، الموضوع ليه خلفيات اخرى يعني. لا انا بتكلم بشكل عام. بصي هي فكره الهجره عامه يعني ما حدش فينا بيفكر في فكره الهجره. ليه الدوله دي هتتغير؟ يعني هتتغير. احنا الشهداء اللي نزلوا دول كلهم كانوا بينزلوا كل شهر في حلم ان هم يغيروا، هم نازلين ما كانواش عارفين ان هم هينزلوا عشان يموتوا، عشان هم بيحلموا بالتغيير. فالثوره مستمره واحنا هنفضل موجودين لحد البلد دي ما هتتغير. هتتغير. طب النقاش الذي حصل قبل قليل يفتح الباب أمام أسئلة تدور حاليا حول هوية مصر. أريد كل واحد منكم أن يقول لي ماذا يرى في مصر الجديدة، ماذا يريد من مصر. نبدأ مع يعني مصر هي للمسيحيين، للأقباط، هي للجميع، هي دولة علمانية، هي دولة. كيف تعرفون عن مصر اليوم؟ مصر للمصريين مش للمسيحيين ولا للمسلمين، احنا كلنا مصريين اصلا. احنا يعني الدين ده حاجه المفروض الدين ده حاجه تاخديها في بيتك، مش حاجه يعني مش حاجه تسيبيها في بيتك وتطلعي انت لما تطلعي من الباب انت مصريه. فمبدا ان احنا نفرق ما بين المسلم والمسيحي ده يعني مبدا غير شرعي تماما. ده غير اصلا انه كمان يعني مين اللي ليه الحق ان هو يقول انه ده مصري وده مش مصري؟ وعلى فكره انه غلط ان احنا نقول انه ما فيش ناس كتير عايزه تسافر وكده. لا في ناس كتير عايزه تسافر، حتى من الناس المتعلمين، وبالذات بقى من الناس بقى يعني نسبه اكتر كمان الناس المتعلمين اكتر ناس عايزه تسافر، لانه الناس المتعلمين شايفين انه يعني هيعملوا ايه بتعليمهم، لانه اصلا
السكك المفتوحه قدامهم قليله جدا، فنحن ما نقدرش نقول انه ما فيش حد عايز يسافر، لا بالعكس ده معظم الناس عايزه تسافر، بس مش متاحه قدامها فرصه ان هم يسافروا كمان، يعني مش بس الاقباط، يعني كل الناس عايزه تسافر. انا كنت عايزه اسافر قبل الثوره اللي بتحصل في جامعتنا دلوقتي، بس لما لقيت اللي لا انا ليا دور في الجامعه دي وليا دور في البلد دي، لا انا هفضل فيها لغايه لما اعدلها. ماجد، انا يعني بس في الاول عايز يعني في 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 وصف كده، وصف يعني او كلمه اخفاقات الثوره، هي الثوره لا لا لن نعود الى الوراء، يعني نملك يعني الكثير من الوقت. هو كلمه صغيره، الثوره ما اخفقتش في حاجه عشان هي ما بداتش حاجه عشان تخفق فيها، يعني دي مشكله. فكره انا عايز مصر، هي مصر كانت طول عمرها لغير المصريين اكتر ما هي المصريين اصلا، يعني ودي حاجه يعني مش وحشه قوي، يعني كان دايما متعودين الاجنبي بيجي في مصر بيرتاح اكتر من المصري، فاحنا عرفنا نعمل ده، يعني مصر عرفت تعمل ده، عرفت تخلي فيه بني ادم ما بني ادم اكس بيمشي في شارع مبسوط، فده من الصعب اللي هو تخلي بني ادم ده يبقى هو المواطن بتاعك. دي القصه كلها، قصه اديان، دي هويه مصر، ودي حلاوه مصر، حلاوه مصر اللي فيها مسلم وفيها مسيحي وفيها ده وفيها وده وفيها ده، الفكره كلها الاثنين يكونوا عايشين مرتاحين. دي مصر عارفه تتعاملها مع الغريب، فما المنطقه عارفه تتعاملها مع ابنها. لا فكره اولا ان احنا نقسم مصر ما بين مسلم ومسيحي، على فكره الفكره دي اللي زرعها فينا حسني مبارك والنظام السابق، هو على طول كان بيعمل فتنه طائفيه. ما ننساش طبعا حوار كنيسه القديسين، هي اللي نزلت اصلا الاقباط معانا الميدان، كان يوم 31/12. على فكرة الثورة بينت كل واحد على معدنه صح، احنا كنا في ميدان التحرير، كان المسلمين بيصلوا، كان المسيحيين هم اللي بيحموهم يعني. فالثورة بجد كانت فعلا بينت ان احنا كلنا مسلم ومسيحي ايد واحدة، مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي يعني. ثانيا حوار اللي هو يعني معلش ممكن تقولي سؤال تاني؟ كيف ترين مصر؟ كيف تريدين ان تكون مصر؟ هو عامة يعني هو الدين لله والوطن للجميع، انا عايزة مصر المصريين كلهم. خالد، بالنسبة لي الإجابة بسيطة جدا، اللي عايز ايه في مصر قدام مصر يبقى عندها كرامة، يبقى المواطنين بتوعها عندهم كرامة، كرامة سواء بقى اقتصادية الناس قادرة تعيش وتاكل، كرامة اجتماعية محدش بيهينها، كرامة سياسية سواء جوه البلد انا باخد حقي بنتخب، وفي نفس الوقت كرامة للبلد نفسها بره زي ما مصر لغيرها، يعني موقفنا يعني مع الفلسطينيين ومع العرب لازم يبتدي يتطور، فمصر يبقى عندها كرامة والمواطنين بتوعها يبقى عندهم كرامة. انا بالنسبة لي دي ابسط الامور، ودي اعتقد دي الناس كلها عايزاها. احمد، انا نفس تقريبا راي خالد، انا اللي شايفه يعني اول نفسي مصر تبقى فيه، يبقى فيه عداله اجتماعيه، يبقى في حريه، في المواطن المصري يعيش هنا بكرامه من غير اهانه، من غير ذل، من غير ظلم او قمع صوته او كده، بس يعني الموضوع بسيط قوي. طب من انت كفتاه ماذا تريدين من مصر؟ انا ارى مصر اغنى دوله في العالم من الموارد، ومن انا شايفه فيها ثروات وموارد وحاجات وبتتنهب من زمان قوي، وحاسه ان كمان المواطن المصري يعني بالرغم ان المصريين يعني اكتر من 40 او 60% منهم تحت خط الفقر، بس نفسي ان كل المصريين يبقى عندهم حلم ان هم يكونوا احسن بعد كده ويشتغلوا عشان يحسنوا مستواهم ويحسنوا دخلهم، مش فقراء وبعدين بيشحطوا وخلاص ويستسهلوا ان هم يجيبوا فلوس من غير شغل. فانا نفسي ان نستغل الموارد اللي عندنا دي، ونفسي ان مصر حالها يتحسن عشان تبقى احسن دولة بعد كده، لان ده سهل جدا يحصل، لان احنا فعلا من اغنى البلاد في العالم وناس كتير عارفة ده كويس. مهند، انا كنت عايز اقوله، انا رايي زي ماجد تقريبا تمام، بس عايز ازود فيها حاجه، موضوع الكرامه. يعني انت هنا في بلدك بتتعامل وحش وفي ناس يعني الغريب احسن منك، تيجي تطلع بره برضو كرامتك متهانه، فانت اتعودت ان انت متهان، انت اصلا في بلدك مش يعني كرامتك في بلدك اللي هي المفروض تكون اول واحده مقدرها مش متقدره، فطبيعي جدا لما تسافر بره يحصل لك اي حاجه عادي. فانا كنت بقول على بقى الكرامه اللي يعني البلد عمرها ما هتطلع قدام طول ما نسبة كبيرة جدا من الشعب كل همه بس ان هو يجيب اكل، يجيب حاجات الاساسية اللي هي مفروض اصلا تكون موجودة عشان يبتدي يفكر، يعني يبتدي يفكر يمشي بالبلد لقدام. اما انا قلت انا ما انا افكر بس ان انا لازم اشتغل النهاردة طول اليوم عشان يجيب الاكل ليا وللوادي، اللي هي لاولادي، الحاجات اللي هي اصلا الاساسية اللي مفروض تكون متوفرة
علشان يفكر بقى ان يمشي بلد اللي قدام، مش يفكر في حاجات اساسيه اصلا مش وظيفته ان هو يجيبها، او يعني مش وظيفته ان هو يحارب علشان ياخدها بس. فده اللي كنت اقوله. حتى ان انا كيف ابني البلد، هبني البلد دي لما اقعد فيها يعني، وده بيقول رد حقيقي انا ضد الهجره يعني، اصلا المهاجر يعني مين اللي هيقعد هنا يبني البلد؟ لما كل واحد بقى يفكر يقول لا اصلا انا مش عايش هنا كويس، طب وبعدين مين اللي هيبنيها هنا؟ ما انا لازم الناس هنا اللي تقعد، وناس ناس عندها فكره عشان ابنيها. ونبطل نحس ان مصر دي عامله زي التورته كل واحد يقسمها ويشوف هياخد منها انهي. لا، مصر دي بتاعتنا كلنا، على اختلافنا، اختلاف الوان بقى، اختلاف اديان، اختلاف اي حاجه. احنا مصر ما ينفعش ان احنا اصل احنا لو عشنا كلنا حاجه واحده، ما هو اكيد برضه هتحصل تطشات ما بيننا يعني، لازم كلنا الاختلاف ده يعني قد ايه بيولد حاجات جميله. وما ننساش برضه، هرجع في حاجه قديمه، ان الحضاره الاسلاميه كان فيها اقباط وساهموا فيها يعني، ده ما يمنعش ان احنا نبني مصر على حضاره حلوه. شكرا جزيلا على مشاركتكم، حلقتنا انتهت لليوم، سمعنا راي شباب مصر بالثوره وما بعد الثوره، نلقاكم الاسبوع المقبل من تركيا.